لمتابعة بطولة الأمير فهد بن فيصل العربية 34 للأندية أبطال الدوري للرجال. البطولة من خلال مباراة السادسة والسابعة في برنامج مقابلات الدور الأول، مباراة الأخيرة في برنامج اليوم بعد ما تابعنا زوز مقابلات وفوز الشبيبة الرياضية لأول سليمية الكويتي على أمل سكيكدا 20-19، ثم فوز الكويت الكويتي منذ دقائق على نادي شباب ورقلة الجزائري 28-19. نتابع مباراة من العيار الثقيل بالنظر لقيمة زوز فرق، الترجي الرياضي التونسي ممثل كرة اليد التونسية لجانب سقيط زيت وسبورتينغ المكنين، وفريق العربية القطري مواجهة فيها في لاعبين من الجانبين من طراز عالي. هذاك علاش نستناو ان شاء الله مباراة كرة يد في مستوى متميز. يرافقني في التحليل الفني المباراة كيف العادة خونا ياسين عبيد المدرب والمحلل الفني. ياسين مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي الوطنية اثنين واحباء كرة اليد في تونس. نقدموا تشكيلة الفريقين وبعد نعطيو بعض المعطيات حول ما قبل المباراة والاستعدادات نتاع الزوز أندية. نبداو بالفريق القطري، علي قربة حارس مرمى، محمد وليد بومعرف، إيفان إي ميلاس الصربي، فواز المعضادي، عبد مراد، باسل الرايس، معتصم محمد، ثامر علي، إسماعيل محمد، غانم العلي، صبحي سعيد، أبرز لاعبي الفريق القطري اللاعب التونسي حسين باسكيري، التونسي حسام رمان، السوري مصطفى الكراد، وهاني الكاخي. بالنسبة للمدرب هو الجزائري عمر عازب. تشكيلة فريق الترجي الرياضي التونسي، الياس حشيشة، جيلاني مامي، وجدي البرهومي، ادريس الدريسي، محمد علي بحر، عيسى حمدي عيسى، بلال العبدلي، جهاد بن عرعار، عبد الحق بن صالح، طارق جلوس، شفيق بوقديده، جابر اليحيوي، حمزه بن ريش، انيس المحمودي، اسامه الجزيري، وائل المزوغي. والمدرب هو التونسي نجيب بن ثير، ثنائي تحكيم بوسني دينو عمار. يزفروا مباراه اليوم قدام حضور جماهيري نجم نقولوا طيب في قاعه البجاوي في عاصمة الجنوب في صفاقس. مباراة هامة بالنظر للنتائج نتاع اليوم الأول. الترجي اللي كان فاز بزوز نقاط فارق في مباراة صعيبة كانت أمام الفريق نادي شباب ورقلة الجزائري، وفريق العربي القطري اللي لقى قدامه البارح فريق سبورتينغ المكنين وتعادل معاه 25-25. المعطيات هذيا المقدمة هذيا شنو تعطينا يمكن رؤية في مباراة اليوم بين الترجي الرياضي التونسي وفريق العربي القطري ياسين؟ اليوم نجم نقولوا العربي القطري اللي تدارك بعد النتيجة بين قوسين السلبية يعني على الورق مع نادي سبورتينغ المكنين، والترجي للتأكيد يعني فريقين مراهنين جدين على اللقب، إن شاء الله نشوفوا كرة يد ممتازة. ولو انه متابعتنا للكويت الكويتي بكري شويه خلات لنا عنا انطباعات جيده جدا عن الكويت الكويتي اللي قدم مباراه ممتازه، فاز بفرق كبير برشا واكبر فارق منذ بدايه البطوله 28-19 على شباب ورقلة الجزائري، ويبدو انه الامور باش تكبس شويه انطلاقا من الادوار القادمه. ياسين كنا شاهدنا الفريق الكويت الكويتي مش تكون عنده كلمته في البطوله هذه ومش يعطي نكهه للبطوله، يعني مش يكون متراهن جدي حتى هو على اللقب. فريق يعني برهن اللي هو فريق ممتاز ومتراهن جدي على اللقب. البطولة العربية للأندية البطلة تتواصل بعد غد السبت، لأنه يعني يوم غد الجمعة بيكون يوم راحة لكافة الأندية. الأحد والاثنين بيكون اختتام الدور الأول، يوم الثلاثاء بيكون يوم راحة، ثم يوم الأربعاء باش انطلاق الأدوار الربع النهائية للبطولة العربية اللي قاعد المستوى نتاعها يطلع تدريجيا وتصاعديا من خلال تقدمنا في المسابقة. البداية بيكون لفات الترجي الرياضي التونسي، ترجي بتشكيلة تقريبا مثالية، تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. عبد الحق بن صالح باش يكون كمنسق لعب في الترجي الرياضي التونسي، يلعب كجناح ايمن طارق جلوز، ايضا جيلاني مامي كظهير ايمن، منسق لعب كما قلت عبد الحق بن صالح، اسامه الجزيري كظهير، وكجناح شفيق بوقديدة. هذا بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي التونسي اللي تبدا مباراه اليوم. بالنسبة لفريق العربي القطري تقريبا نفس التشكيلة نتاع يوم أمس اللي بدات المباراة، تلقى حسام رمان، صبحي سعيد تدخل أكيد في الهجوم، علي إسماعيل من البداية، والمتميز عبد مراد كجناح في تشكيلة فريق العربي القطري. فريق 0-6 مبدئيا للفريق القطري. الترجي الرياضي التونسي مطالب ياخذ بايو من البداية ويفرض لونه ويدخل بداية لبداية سبورتينغ المكنين. يوم أمس هذه الكرة اللي فات الترجي الرياضي التونسي في دخول في الرواق ممتاز، أول أهداف الترجي الرياضي التونسي، جيلاني مامي
كرة بين أبناء نادي جمعية الحمامات بين أسامة الجزيري وجيلاني مامي، وأول أهداف الترجي الرياضي التونسي في المباراة. الترجي اعتمد طريقة 5-1-6-0 أكيد ياسين بنشوفه، لأنه مفتاح اللعب في الفريق العربي القطري يبقى صبحي سعيد، وبالتالي الترجي باش يحاول ينوتراليزي معناها يخرج صبحي سعيد من اللعبة باش يلقى راحة من الناحية الدفاعية. صحيح كما قلت انت، شوف الترجي اعتمد على دفاع 5-1 باش ما يخليش لسباس لصبحي سعيد وما يخليش لسباس زاد الهني كاخي اللي نعرفوه يجي للوسط. يعني اليوم يلعب اساسي هاني مقارنه بيوم امس. شوفوا تغيير احنا في تشكيله العربي القطري في الهجوم امس، في الهجوم وفي الدفاع الاثنين. شوفوا بدا 0-6 اللاعب رقم 7 مع حسام رمان في الوسط، يعني مقارنه بيوم امس يعني في تغيير في الدفاع وفي الهجوم نفس الشيء. معناها واضح جدا انه قرا حساب كما يلزم بعد اللي صار البارح في مقابل سبورتينغ المكنين وتميز سبورتينغ المكنين. اليوم الفريق القطري يحاول انه يدخل المسابقه من بوابه الترجي الرياضي التونسي، لكن حتى التو الترجي متميز. طارق جلوز من الجناح في القائم الاول يتمكن من تسجيل الهدف الثاني 2-0 اللي فات الفريق الترجي الرياضي التونسي مع طريقه دفاع جيده، والتدخل الاخير كان لادريس الدريسي حارس مرمى فريق الترجي الرياضي التونسي، واحد من نقاط القوه في فريق الترجي. كره اللي فات العربي القطري صبحي سعيد لعب بعيد نسبيا الفريق القطري على دفاع الترجي، الياس يحاول يسدد مره ثانيه والكره خارج الميدان. نحكينا البارح على انضباط نتاع اللاعب التوغولي لفريق سبورتينغ المكنين، اليوم نفس الشيء اللاعب الصربي هذا مش قاعد يمكن ممتازه. الحارس كره كيما هكا مش سخنوا الحارس مش دخلوا الحارس في المباراه. الهجوم المعاكس ايفان تمشي الكره للظهير، من الظهير للجناح الكاخي ويسجل. كره كانت لفات الترجي كان بامكانه ياخذ 3 اهداف مقابل 0. في كره اليد تخسر هدف تقبل 2، معناها واضح تكون باش 3 اهداف مقابل 0 تصبح 2-1 بعد التدخل الاخير لحارس حسن باسكي حارس الفريق القطري. 2-1 للترجي التونسي قدام العربي القطري. باش تبعوا المباراه وتباعا بتشوفوا ان المستوى باش يتطور في المقابله هذه كما قلت، لانه امكانيات كبيره عند الفريقين من ناحيه اللاعبين نتاعهم، من ناحيه الفنيات وحتى من الزاد البشري. التقاطعات يمشي الجزيري يدخل في القائم الثاني ويسجل، رغم انه الزاويه تقريبا اصبحت مغلقه. يلعب على يمشي في الجهه اليمنى، هو لاعب يميني على الفبراء معناها، ويتمكن من تسجيل الهدف الثالث 3-1. يتدارك اسامه الجزيري ياسين. وني نشوفوا ترجي الاورجانيزاسيون التكتيك نتاعو نتاك يعني ظاهره قاعدين يلعبوا منظمين. ثم سهوله في اختراق دفاع العربي القطري، عنده مشاكل في الدفاع شفنا امس من البارح. يعني هذا ما خلى الترجي قاعد يلقى الحلول بسهوله. قاعدين نشوفوا في النسق المقابله من الاول يعني ممتاز، الفريقين دخلوا كما يجب في المقابله، وان شاء الله يعني النسق يزيد يرتفع مع اطوال المقابله. واكيد الفريق القطري من نقاط القوه هو التواصل الموجود بين صبحي سعيد ولاعب الدائره، وذاك علاش التغطيه قاعده تصير على لاعب الدائره. شوفوا اسامه الجزيري قادش قريب من لاعب الدائره، يحاول ان يغطي عليه باش ما يخطلوش كره. شوف دخلت له الكره لهنا، المطالب برميه 7 امتار وبالفعل رميه 7 امتار، لانه هذه القوانين وهذه اللوائح. لاعب الدائره بنيه جسديه كبيره برشا، شوفوا في قدامكم لاعب رقم 14، بالتالي كل عمليه دوران يحرج فريق الترجي الرياضي التونسي ويجيب الاخطاء. شفيق مقديده الانذار الاول في المباراه التصاعديا باش تكون اكيد القرارات الاداريه للحكام من الانذار. نمشيو الاقصاءات لمده دقيقتين وتبالوا الترجي الرياضي التونسي والرميه 7 امتار. هاني الكاخي لهنا الدريسي وريكوليت يتمكن من التسجيل 3-2 التقدم للترجي الرياضي التونسي. هاني الكاخي لاعب يساري، لاعب ممتاز جدا، لاعب سوري عنده امكانيات وفنيات كبيره برشا، بدنيا ممتاز فنيا ممتاز. البارح كان هو وراء عوده فريق العربي القطري في المباراه تقريبا في الشوط الثاني قدام سبورتينغ المكنين، مع تقدم الان الترجي الرياضي التونسي في توقيت 5 دقائق لعب والامتلاك لفات الترجي الرياضي التونسي. أسامة الجزيري يعمل التنسيق، يخرج حسيشة يلعب الكرة توصل لعبد الحق بن صالح، مرناشي برشا اليوم عبد الحق بن صالح ممتاز. فما لهنا الفوبلوكاج، فما الموفبلوكاج والكرة ترجع لفيت فريق القطري. الصعود بالكرة بسرعة، هاني الكاخي وممتاز إدريسي فما رمي 7 أمتار وإقصاء لمدة دقيقتين لشكون؟ للاعب الترجي الرياضي التونسي. ضيع كره من اليمين تقبل اللاعب من اليسار، واول الاقصاءات اسامه الجزيري في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. ضيع بعد الخطا في الحجز في الهجوم فريق الترجي الرياضي التونسي، زفروها الثنائي البوسني ورميه 7 امتار هي الثانيه لهاني الكاخي يسدد ممتاز. الدريسي ممتاز الحراس الاضافه نتاعهم
تصدي تقريبا نفس التسديده هو ياسين تصدي لها ادريس ادريسي لولا ريكوليت الثانيه كانت حب يغالطه لانه طويل القامه حب على الاقل كره تكون ارضيه لكن تصدي ممتاز لادريس ادريسي. بالنسبه لهاني كاخي يعني اذا كان مش يخليه يجي يجري من البعيد راه يقلق برشا يعني تشوف اللونجاجمون نتاعو يعني قويه برشا السرعه والقوه ما يغلبوا حد معناها وخليك يبروفوك معناها يعتمد على جسمه وعلى السرعه نتاعو يعني لازم ما نخليوهاش الدفاع الترجي ما يخليهش يجي يجري كما الاكسيون اللي فاتت يعني مونتيت بال جاي يجري جاب 6 متر دومينيت يطيح دفاع فريق القطري للوراء لانه دخل لاعب دار ثاني رينا بكر شويه عبد الحق بن صالح لكن الان يرجع التنظيم الدفاعي لفريق العربي القطري يرجع لطريقه الاربعه اثنين حاول يطلع على الاظهره فريق العربي القطري باش ما يخليش الثنائي الاظهره في الترجي يعمل الفارق مع دخول جابر اليحيوي في التشكيله الاساسيه وجابر من الملاعبيه اللي عنده تجربه في البطوله القطريه جابر اليحيوي يرجع مجددا للترجي التونسي ابن الترجي ساعد من السواعد القويه جدا في الترجي التونسي ظهير ايسر تكون في مدرسه الترجي واكيد ينجم يعمل الفارق جابر اليحيوي يقحم نجيب بن ثاير نجيب بن ثاير واحد من الاطارات الفنيه تكوين اكاديمي كما يجب معناها دخل ميدان التدريب من الترجي التونسي ابن الزيتونه الرياضيه والتسديد ممتاز هذا عبد الحق بن صالح يعمل الفارق 4-2 الترجي رغم انه في نقص عددي والترجي التونسي يتقدم مجددا 4-2 او يزيد يضعف الفارق نتاعو الترجي بعد 6 دقائق لعب والكره يرجع الامتلاك لفيت فريق العربي القطري يمشي صبحي سعيد كظهير واكيد بيصير التغيير باش يدخل كلاعب دايره ثاني صبحي سعيد توصل الكره لهاني الكاخي من الاسماعيل من الجناح والهدف تقريبا نفس الطريقه اللي لعب بها الفريق القطري طريقه يوم امس تكمل الديكالاج دائما على الجناح الايمن اسماعيل اللي قاعد يسجل وعنده نسبه نجاح عاليه اسماعيل محمد مع ديكالاج قاعد يخدم فيها يدخل في الانترفال هاني الكاخي ويسيب الكره تمشي روبون يحط كره ارضيه فولكسيون يعني بيد من صبحي سعيد نرجو نحكيو ديما على سكام تاع صبحي سعيد يعني في تفوق عددي هز الديفونس كل اكستيريير خلى سير نوبر من 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 غاديك وعبد الحق بن صالح يعني خرج اونتيسيبا باش يقص الكره استلم الكره للريير خلى اللي يطلع في سباس مع خليه يطلع مرتاح والهدف الثالث لفريق العربي القطري الى حد الان الترجي اذا لقي حلول من ناحيه الهجوميه من ناحيه دفاعيه مازال ما لقاش حلول ممتاز جبري حيو فوق قوه كبيره برشا الباساج دبرا التجاوز باليد والتدخل الدفاع والانذار واكيد الخطا القادم باش يكون فيه الاقصاء لمده دقيقتين لفريق العربي القطري ترجع الكره من الياس حشيشه من ابرز لاعبي الدائره في تونس لاعب الترجي الرياضي التونسي يخرج الياس حشيشه يلعب عبد الحق بن صالح ويسدد عبد الحق بن صالح تخلي له مجال يدخل على ساقيه ويتمكن من التسديد الهدف الثاني على التوالي 5-3 شوفوا الدخول شوفوا المراوغه وعمليه الارتماء نتاع عبد الحق بن صالح وسدد وتمكن من تسجيل الهدف الخامس 5-3 من الناحيه الفرديه الترجي ينجم يعمل فارق قدام فريق القطري لكن يبقى من العمل الجماعي وخاصه من الناحيه الدفاعيه الترجي مطالب بمزيد من الانضباط والتركيز خاصه في الجهه اليسرى للدفاع بطبيعه الترجي عنده لاعبين يعني عندهم قيمه فنيه كبيره برشا على غير عبد الحق بن صالح الجزيري جابر اليحيوي يعني بنك نتاعو يعني ثري يعني في لعيبه كلهم يعرفوا يلعبوا مليح عندهم ليزكسبلو انديفيديال نتاعهم كبار برشا نفس الشيء يقولوا الترجي قاعد يلقى في السوليسيون من الوسط يعني ثم الاورجانيزاسيون تاع الديفونس العربي القطري توما لقاو رواحهم حمدي عيسى ابن البعث الرياضي ابن خيار اللي يلعب في الترجي الرياضي التونسي بعد تجربه في النجم الساحلي يدخل في الدفاع وكان هو وراء الخطا اللي قام به صبحي سعيد مرور بقوه والكره ترجع لفيت فريق الترجي الرياضي التونسي التقاطعات مجددا اسامه الجزيري باش يطلع ويسدد والصد يرجعها صبحي سعيد يرجع الكره من الصد في العمليه هذيا باش يبقى التقدم للترجي الرياضي التونسي وفرصه مجددا صبحي سعيد نجم من نجوم كره اليد التونسيه لسنوات طوال كرة لفيت الفريق الترجي الرياضي التونسي جزيري سدد في القائم الثاني ويسجل 3 اهداف فارق للترجي قرر رفع في النسق ياخذ الفارق الصالح في مستوى مع 3 تسديد في القائم الثاني ويغالط الحارس باسكيري اللي يلعب كاساسي اليوم تقريبا كيف المباراه الفارطه اساسي في انتظار يمكن يدخل علي قربة الحارس النيجيري في تشكيله فريق العربي القطري صبحي سعيد اللي ما لقاش حل في الكره الاخيره عمل مرور بقوه هاني الكاخي صبحي سعيد يخرج لاعب الدائره يعمل التقاطعات يخرج علي اسماعيل محمد من الجناح يدخل كلاعب دائره ثاني الفريق الترجي التونسي يوخر لوراء نسبيا لانه فما زوز لاعبي دائره تلعب الكره لاعب الدائره اذا اخذها باش يولي فما الاخطر وفما الاقصاء لمده دقيقتين شفيق بوقديده مرة هذه
هو عبد الحق بن صالح، عبد الحق بن صالح اقصاء وفما تركيز ياسين على اللاعب المفاتيح في الترجي، اقصاء لاسامه الجزيري، اقصاء لعبد الحق بن صالح، ولهنا يلزم التغيير بصراحه في اللاعبين اللي يعمل محاصره للاعب الدائره في فريق العربي القطري تفاديا للاقصاءات المتكرره للاعب البارزين في فريق الترجي الرياضي التونسي. ولهنا التغطيه 6 ضد 5، الترجي مطالب اللاعب باش يكون عنده دور مضاعف في الدفاع، التغطية تكون الانتباه والتغطية تكون مضاعفة. صبحي سعيد يلعب الكرة تمشي للظهير ويسجل هاني الكاخي ويتمكن من التسجيل الهدف الثالث، 6 الهدف الرابع عفوا 6-4 للترجي قدام العربي القطري. الترجي الآن قاعد تقلق فيه الإقصاءات ياسين. صحيح نشوفوا توا يعني العربي القطري يعني القار حلول لما يكون في تفوق عددي لازم رد بالهم اكثر الترجي في الدفاع وما ياخذوش لي دومينيت باش ما يصعبوش على رواحهم المقابله. التقاطعات تتواصل لفيت الفريق الترجي الرياضي التونسي، يدخل العبدلي زاد واحد من مفاتيح اللعب في الترجي الرياضي التونسي، هذا الباهي اللي في الترجي ثراء الرصيد البشري، والكوره ممتاز عبدلي ممتاز ممتاز جدا عمليه المراوغه الدخول والمغالطه، هذا المفاجاه اللي تنجم تجي من اللاعبين اللي ما يعرفوهمش الفريق القطري، والهدف السابع 7-4 مع مزيد من الانتباه لباسل الرئيس لاعب الدائره في تشكيل فريق العربي القطري اللي قاعد يعمل في الفريق، قاعد توصل له برشا كرات. شوفوا لاعب تقريبا والتسديد إيلاس اول اهداف اللاعب الصربي ايفان ميلاس في تشكيله فريق العربي القطري، الهدف الخامس 7-5. دفاعين الى حد الان الترجي مازال ما لقاش الحلول لانه وقت اللي وخر سكر على باسل الريس، معناها لهنا الاظهره تحركت نتاع الفريق القطري. صحيح ما نساوش اللي تو الترجي يلعب منقوص يعني يعني الدفاع نتاعو من الاول كانت 1-5 مش 0-6 لانه تو يلعب منقوص رجع التالي. كرة ترجع لفيت الترجي التونسي وممتاز طارق جلوس، تلقى لاعب متنوع معناها في عنده ثراء نتاع امكانيات فنيه انه يخرج لك من شوفوا من الجناح ويطلع ويسدد ويلقى الحلول قدام الفريق القطري. طارق جلوس يتمكن من احداث الفارق وتسجيل الهدف الثامن 8-5. الملاحظ حتى تو ياسين تنوع في اهداف الترجي التونسي تقريبا من كل المراكز. صحيح الترجي قاعد ينوع يعني في كل المراكز، يعني اللي يجي يجري باش يشوت من البعيد قاعدين يلقاو في الحلول، قاعدين يشوتوا ويسجلوا لازم يوصلوا اوكي باش يخلي الدفاع العربي القطري يطلع اكثر، وقتها يلقاو لي سباس ينجموا يلعبوا مع البيفو ينجموا يلعبوا على سقيهم. كرة ترجع لفيت الترجي التونسي، الهجوم المعاكس السريع ويسجل طارق جلوس حتى من ناحية تنوع الهجوم من الهجوم المنسق للهجوم المعاكس، قاعد يلقى الترجي في الحلول 9-5 4 اهداف فارق حتى التوا لفيت الترجي التونسي، تعامل كما يجب من الناحيه الهجوميه، يبقى من الناحيه الدفاعيه الترجي مطالب بمزيد من الانتباه قدام اللاعب السوري الاصل باسل الريس المجنس قطري، اللاعب رقم 14 عنده كما قلنا امكانيات بدنيه تقريبا فوق ال 110 120 كيلو، معناها واضح من الامكانيات البدنيه، اذا ياخذ الكره مع القوه اللي عنده في البدن مع قوه السقيع عمليه الدوران معناها صعيب باش تتصدى له صعيب باش تنجم تقاومه، تقريبا في الطريقه اللي كان يلعب بها عصام تاج، معناها هذوما الملاعبيه الكبار اللي نجموا يعملوا الفارق من الناحيه الهجوميه. صحيح صحيح لاعب دايره ممتاز جدا، لون تام دي ماتش كانت باهيه للترجي، يعني نشوفه تو متقدم 4 اهداف. بالنسبه للعربي القطري نفس المشاكل اللي قاعد يلقى فيها، يعني الدفاع نتاعو مش قاعد يعني يقلق في الاظهره نتاع الترجي، الحارس نتاعهم تو رجع كور، يعني هذا خلى الترجي يدخل كوم الفو في المقابله. التنوع في اداء فريق الترجي الرياضي التونسي مش يعطي في حلول لدفاع فريق العربي القطري، الترجي اللي قاعد يفرث في لونه في بدايه المباراه 9 اهداف في 12 دقيقه تقريبا بمعدل معناها هدف في كل دقيقه ونص، وهذا جيد جدا في كره اليد. في المقابل فريق القطري 5 اهداف في 12 دقيقه، الترجي مبدئيا قلنا ناجح هجوميا دفاعيا، مزيد من التغطيه على باسل الريس وهاني الكاخي، يخرج اسماعيل محمد من الجناح توصل ايفان ولعب الدائره وتفطن دفاع الترجي الرياضي التونسي، طارق جلوز نخير الدفاع الهجوم المركز بالفعل نخير الهجوم المركز لانه الكره وقفت باش يخرج حمدي عيسى كيف العاده يخرج في الهجوم ويرجع الجيلاني مامي في تشكيل فريق الترجي الرياضي التونسي،
الترجي يتعامل جيدا مع الدفاع 0-6 بالتقطعات بالتسديد من الأظهرة، يخرج جابر اليحيوي أيضا تخلى رجع أسامة الجزيري، جيلاني مامي يلعب مع عبد الحق بن صالح، عبد الحق يخرج الجزيري ويسدد والحارس يتصدى المرة هذه. خل هنا تشوفوا علي قرب الحارس، وقلت لك الحارس هذا يحفظ منيح، يعني تشوفوا يعني سبق في الكره هذه الجزيري، ولو انه المفروض يلعب هو كاساسي، ما نعرفش علاش يلعب الحارس الثاني باسكيري، لانه علي قربه متفوق بصراحه، وريناه في مباراه البارح، معناه لولاه لكان سبورتينغ المكنين كان فاز بالمباراه، معناه عمل برشا تصديات الى جانب هاني الكاخي، كانوا من ابرز لاعبين اللي قلبوا المعطيات وخلاوا مكنوا فريق العربي القطري من التعادل البارح قدام فريق المتميز فريق سبورتينغ المكنين. هو يعني ممكن اختيارات مدرب، لانه الحارس هذا كما قلت لك يحفظ مليح الجوريات، يخليه ما يدخلش في المقابله، هو يشوف ليكيب ادفيرس. فما فيزيوناج ياسين راهو، معناها يعني مفروض انه شافوا مقبل المباراه، معناها باش يبداو صحيح الحين. صحيح ولو انه لهنا في حراسه المرمى فما اختصاصات، فما حراس مرمى اللي تتقن التصدي للكرات من بعيد من وراء التسعه امتار، وفما حراس نتاع الان كونتر ان، معناها اللي تقول لك تصديات كيما هكا من الاجنحه والا من خط سته امتار، لكن في المره هذه شفيق بوقديده يتمكن من تسجيل الهدف العاشر، 10-5 اهداف فارق للترجي الرياضي التونسي. البدايه جيده جدا، البدايه جيده للترجي اللي لقى صعوبه كبيره برشا البارح في مقابلته امام فريق ورقله الجزائري، والكره من الجناح اللاعب هذا فينيسور، معناه يكمل الهجمه، رينيه البارح عبد مراد يكمل الهجمه ويتمكن من تسجيل اول اهدافه في اللقاء، 10-6 للترجي قدام العربيه القطريه. الترجي مطالب بمزيد من الانتباه في الدفاع، لانه بشراو زاد فرق افضل من العربي القطري، رينا بكر الكويت الكويتي، رينا السلميه، رينا فرق متميزه، ساقيه الزيت ايضا من الفرق المتميزه، سبورتينغ المكنين مع اداء كبير برشا البارح لعلاء مصطفى، كوره لفات الترجي والتسديد وينجح الجيلاني مامي، ينجح الجيلاني مامي. نقطه ضعف الفريق القطري هو الدفاع. صحيح، قاعدين نشوفوا يعني في الدفاع العربي القطري انتم مدخل في البطوله بصفه عامه، يعني مش في المقابله. ما نعرفش انا الخيارات، يظل لي حتى نتاع عمر العازب طريقه 0-6 يظل لي ما نجموش نطبقوها مع الفرق الكل، ما تجمش تطبقها مع فريق كما الترجي الرياضي التونسي، يغلبك بالاظهره نتاعو، يغلبك بالتنوع نتاع اللعب نتاعو، معناها يلقى لك الحلول، وهذا من حسن حظ الترجي الرياضي التونسي. كره اللي فات صبحي سعيد فما ربعه 7 امتار دخول في المنطقه، صبحي سعيد اصر باش يخرج حمدي عيسى. لا محاله تو في كره اليد العصريه، يعني 0-6 تلقى الدفاع طالع ل 9-10 امتار، يعني ضغط صحيح 0-6 يعني الظهر، لكن المره هذه ابلاتي شوف قاعد يلعب في 0-6 على 7 متر مع فريق كيما الترجي بالاسعد بالأظهرة اللي عنده، يعني مستحيل انك تجم تجري نسق الترجي. رمي 7 امتار ايفان يسدد خارج المرمى، والتصدي الثاني لحارس الترجي الرياضي التونسي ادريس الدريسي، تقريبا زوز امتار ادريس الدريسي قاعد يتصدى تصدي اول، رمي 7 امتار تصدي ثاني، ونسبه عاليه من التصديات ديات لادريس الدريسي. تو زملاء في الاحصائيات يعطيونا بعد شويه اللي نشكرهم بالمناسبه، يعطيونا بعض الاحصائيات اللي تهم ادريس الدريسي وايضا بقيه اللاعبين في المباراه. والكره ترجع لفيت الفريق الترجي 11-6 جيلاني مامي، تغيير في طريقه الدفاع فريق الدفاع هذا اللي قلت لك، معناها المفروض انه تغير طريقه الدفاع، معناها لكن لهنا الترجي في كل الحالات ستعمل جيدا مع اي دفاع باش يلقاه، سواء 0-6 ولا 4-2 ولا 3-2-1، لانه ملاعبيه نتاعو كما قلت عندهم زاد فني كبير برشا. كره اللي فاتت الترجي التونسي لهنا دور حشيشه، لعب الدائره باش ياخذ كرات وباش توصل الكره، حشيشه يخرج رتوه من خط السته امتار يطلع في مستوى 9 امتار باش يلعب هو الكره، باش هو اللي يولي يخرج الكره يوصل الكره للاظهره، ليس حشيشه يمشي ليس حشيشه. الكره اللي فاتت الترجي التونسي بقديده يطلع بقديده او جزيري عفوا، وكورته خارج الميدان ما تفطنش اللاعب الظهير، ترجع الكره اللي فاتت الفريق القطري، الصعود بسرعه هاني الكاخي، هاني الكاخي باش يوصل سدد وممتاز، يغلط ما كانش يتصور دريس الدريسي انه بيسدد له، كان المفروض انه يمرر هاني الكاخي، هذا هو هاني الكاخي اللاعب السوري. شوفوا العمليه كيفاش عمليه المراوغه، تخلى على اساس التسديد ما شافش تقريبا المرمى وسدد في القائم الاول، تمكن باش يغلط دريس الدريسي 11-7 100% نسبه نجاح هاني الكاخي، 3-3 في التسديدات لانه كان ضيع رميه 7 امتار باش ندوا واضحين، التسديد من وراء خط 9 امتار نجاح 3-3 ونسبه نجاح 100%. الكره للترجي التونسي، اسامه الجزيري يلعب الكرة مع عبد الحق بن صالح، يدخل لاعب دائرة عبد الحق بن صالح يوخر الدفاع، تسديد وكرة خارج الميدان. جيلاني مامي يظل الترجي مطالب الآن في صورة أنه قبل هدف مطالب بوقت مستقطع، إن شاء الله ما يقبلش هدف. على كل هاني الكاخي توصل لعب إسماعيل محمد، هاني الكاخي إيفان ميلاس يلعب مع صبحي سعيد باش يطلع ويسدد في القائمة الثانية والهدف.
الهدف الثامن 11-8 لفايت فريق الترجي الرياضي التونسي. فريق القطري قاعد يرجع، قاعد يلقى سهوله من الناحيه الهجوميه بعد ما تحسن الدفاع نتاعو، لانه صحيح. بعد تصلح الدفاع نتاعو من الناحيه الهجوميه قاعد يلقى الحلول. ياسين نشوف هون الفريق العربي القطري غير طريقه الدفاع نتاعو من 0-6 ل 5-1، يعني تو لازم ترجي يعني ديمي سونتر ولا اللي يطيح دوزيام بيفو باش يطيح الديفونس شويه باش ينجموا لي زارير نتاعهم يجيو يشوتوا مع شويه تركيز. يعني في اللحظات الاخيره نشوفوا شويه تسرع ثم مع قلنا علي قربه قاعد يعمل في الصديات حاسمه، الهجوم المعاكس لفيت الفريق العربي القطري. ايفان ميلاس وتريث ايفان ميلاس ويصير التغيير، يرجع صبحي سعيد في الهجوم بعد ما دخل يدخل ثامر علي في الدفاع. تغييرات عمر العازب غير من الناحيه الدفاعيه، دخل علي قربه، تغيرت المعطيات بعد ما كان متاخر بخمسه اهداف فارق يصبح متاخر بثلاثه اهداف فارق وعنده امتلاك هجومي الان. ايفان ميلاس يلعب الكره مع صبحي سعيد، ممتازه التمريره اللاعب الدائره وتفطن ممتاز لهنا الدفاع الترجي الرياضي التونسي. عمليه كانت ورائيه من صبحي سعيد في اتجاه باسل الريس. ايفان ميلاس يلعب التقطعات، هاني الكاخي والجيد جدا دفاع الترجي التونسي، صعب من الجناح يتصدى وفما الكره ترجع لفيت الترجي الرياضي التونسي. لهنا الدفاع افضل في الترجي، الدفاع لانه سكر بعيد تقريبا 20 سنتيمتر على خط 6 امتار باش يمنع باسل الريس باش يقوم بعمليه الدوران وياخذ رميه 7 امتار ووقت مستقطع. ثنائي التحكيم يطلبوا وقت مستقطع، اكيد باش يدخلوا الاخيين اللي يقوم بعمليه الصيانه في القاعه. 11-8 ثلاثة أهداف فارق بعد 19 دقيقة لعب. رينا كرة يد في بداية في الشوط هذا ياسين على الأقل من الترجي التونسي، معناها حاول ينوع من الأظهرة من لاعب من الأجنحة من اللاعب المنسق وإلى حد الآن ما ريناش حشيشة، معناها تقريبا هذه الحاجة الوحيدة اللي إلى حد الآن ما زلت ما خدمش كما يلزم لاعب الدائرة في الترجي. لا هو يعني نشوفوا احنا بداية العربي القطري بدا 0-6 يعني ما ثماش علاش يعني باش تعول على الزرير قاعدين يجيو يجريو ويشوتوا يعني سي با لا بين. تو نشوفوا الديفونس ولات افونسي دونك تو لازم يلعبوا مع البيفو. تو دور الياس حشيشه صحيح الخدمه الكل تو ديما يطيحوا دوزيام بيفو باش ما يخليوش الديفونس تقعد افونسي باش نجموا لي زرير يجيو يشوتوا ولا يلعبوا كونتر دو مع البيفو. هو فما الحل الاولاني انه يدخل لاعب دائره ثاني توخر الدفاع تجبره باش يرجع الدفاع، والا الحل الثاني انه تولي تلعب مع لاعب الدائره. كوره اللي فاتت الترجي التونسي يحاول جيلاني امامي باش يسدد فما 9 امتار بذكاء جيلاني امامي ياخذ الكره بذكاء ردوا بينا من الاعلان على اللاعب السلبي. الدفاع باش يوخر، ثنائي التحكيم البوسني يطلب من الدفاع باش يوخر في حدود 6 امتار. عبد الحق بن صالح يسدد وكورته تمشي 9 امتار لفيت الترجي الرياضي التونسي. او كره ركنيه يقول الحكم كره ركنيه، فما لمسه الصد تدخل في الكره الاخيره، حاول يغير بمعصم اليد وكره في كانت ماشيه القائم الثاني حاول يغير القائم الاول تدخل والكره لفيت الترجي مع رفع اليد للاعلان على اللعب السلبي. تمريره اثنين تسديد والكره ترجع لفيت فريق القطري، يلزم العوده الدفاعيه بسرعه. هاني الكاخي الجيد في الفريق القطري انه كل مره يستنى دخول صبحي سعيد، مش قاعد يلعب الكونتر اتاك، مش قاعد لانه صبحي قاعد في الدفاع متعود هو الكره يطلع دوزيام بال، معناه هو يطلع الكره الثانيه صبحي سعيد وقت اللي هو يبدا في البنك ما عادش يطلع على الفريق القطري ويلعب الهجوم المنسق، وهذه تعطي فرصه اكبر دفاع الترجي باش يركز والحارس باش يركز ياسين. لانه اذا صبحي سعيد يلعب ديفونس يعني المونتيد بال نتاعو نعرفه عنده شون فيزيه اللي قويه برشا صبحي سعيد، يعني ينجم حتى من ياخذ الكره دوزيام ديريكت يعطي باس البيفو ما شاء الله 40 صراحه ما شاء الله مع هاني كاخي اللي هو اذا جاء يجري من البعيد يقلق برشا، يعني هذه حاجه اللي في صالح الترجي في الوقت الحالي اللي العربي القطري مش قاعد يطلع المونتيد بال، يعني يعطي الوقت بسبب تواجد صبحي سعيد على البنك في الدفاع. صحيح صبحي سعيد اللي كان وراء الكره الاخيره سدد وتصدي دريس دريسي وقبله فما 9 امتار، والاسبقيه تعرفوا في كره اليد للمهاجمين. معناها نرجعوا للخطا اللي صار على صبحي سعيد، هاني الكاخي ردوا بالنا ممتاز دريس دريسي جرونتيكار ممتاز دريس دريسي عمليه التصدي تو يعاودوا هنا الزملاء لانه التصدي ممتاز لكن دريس دريسي خرج كره خاطئه. هاني الكاخي ويسجل المره هذه يسجل هاني الكاخي تخلص بالوقت تغلط تخلص بالوقت يرد باله دريس دريسي عمل تصدي ممتاز فما عمليه التصدي الاخيره شوفوا الجرونتيكار ممتاز جدا دريس دريسي. شكرا سمير العجيمي زميلنا المخرج اللي عاودنا العمليه واكيد شفنا كيفاش التصدي جيد جدا من دريس الدريسي 11-9
وقت مستقطع لفريق الترجي الرياضي التونسي. كيفاش باش يتعامل نجيب بن ثير الان مدرب التونسي مدرب الترجي مع التغييرات اللي قام بهم عمر عازب، ولهنا نحكيوا على الدفاع الفريق العربي القطري مع هجوم الترجي. صحيح، يعني ملي غير الفريق العربي القطري في طريقه الدفاع نتاعو نشوفوا الترجي قاعد يلقى في مشاكل في الهجوم. هوني وقت مستقطع من نجيب بن ثير باش يعدل اوتار الفريق نتاعو يعني، ويعرفوا يتصرفوا مع الدفاع المتقدم هذايا باش يلقاو الحلول. انت كنت حكيت لي على الفيزيوناج، يعني لاعب هذا هنا الكيخي مثلا من اللعيبه اللي يشوت في ما يبدلش يعني ما يغيرش، هو لونجاجمون نتاعو قويه برشا ويعتمد على القوه. يعني شوفوا دريسي تو سبق له يعني شدوا الكره، ولو دريس معناه التكنيك نتاعو تقنيات دريسي مش الحارس اللي يحفظ، دريسي يطبق التقنيات نتاع حارس كره اليد. دريسي يغطي الزوايا يحاول انه يتبع الكره، اما مش من معناه طريقته لو كان قرنوه بمجد حمزه كل واحد طريقه مختلفه. صحيح، باش نبداو في حمزه يعني من الحراس اللي يحفظوا برشا. دريسي يعول برشا على الامكانيات البدنيه نتاعو، طول القمه نتاعو، الامكانيات البدنيه نتاعو على التغطيه. مجد حمزه ريجيستر اخر نتاع حراسه مرمى. هو في الوقت الحالي يعني نشوفه مش مقصر دريسي. صحيح، دخل في المقابله بالباهي يعني مر بفتره يعني ماهيش باهيه المده الاخيره، تو نشوفه قاعد يعني بالمقابلات قاعد يلقى في قاعد يرجع للفورم نتاعو المعتاده. كره لفتة الترجي التونسي، مطال يلعب اكثر سرعه مع دخول العبدلي في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. العبدلي يلعب الكره لجابر اليحيوي، جابر اليحيوي التغييرات كبيره ما قام بهم مدرب نجيب بن ثاير. العبدلي وتصدى علي قربه، يتصدى علي قربه، هذا وقت اللي تلقى معناها فريق عنده زاد بشري كبير يغير لك، يدخل علي قربه كحارس مرمى، يدخل ايضا حسام رمان من ناحيه دفاعيه، بدل طريقه الدفاع نتاعو من 0-6 تقريبا ويلعب بطريقه 4-2، معناها يغطي ولا على الاظهره ما عادش قاعد يخلي في حلول لاظهره الترجي التونسي. وقتها تغيرت المعطيات وفريق العربي القطري رجع في المباراه. نذكركم العربي القطري هو وصيف بطوله الكاس في قطر، كان انهزم في الدور النهائي امام الاهلي القطري اللي درب التونسي منير حسن، واحد من الكفاءات الكبيره برشا في كره اليد التونسيه والعربيه. منير حسن اللي نحييه بالمناسبه حصل لقب كاس قطر مؤخرا بعد فوزه على العربي القطري. كره اخطاء كبيره للترجي الرياضي التونسي، صبحي سعيد بذكاء ياخذ الكره، يلا دريس لكن يسجل 11-10. الترجي قاعد يهدي في كرات لفريق العربي القطري في زوج مناسبات. صحيح، جابر الحيوي ودريس. الترجي يعني نعطيه تمريرات خاطئه، يعني نشوفوا تمريره خاطئه من دريسي وتوا تمريره خاطئه من جابر اليحيوي. شوفوا الترجي كيفاش تعامل مع الدفاع المتقدم العربي القطري، يعني قاعد ثم ديبار ديلي بعد يلعب دو كونتر دو اكستيرير، ماهيش قاعده تصير كوم الفو دو كونتر دو اكستيرير، لازم يجي يهز اكثر لارير ويلعب دو كونتر دو صحيحه باش تحل الدفاع من هنا وتطيح اكثر. التغييرات صارت، يخرج جيلان امامي كظهير ايمن، يمشي البليل العبدلي كظهير ايمن لهنا، وكظهير ايسر جابر اليحيوي، والتقاطعات ومحاوله دخول لاعب دائره ثاني لهنا باش تحل المجال قدام جابر اليحيوي، وفما اقصاء لمدقيقتين لكن الحكم يخلي الكماليه تكمل. تتسجل الهدف والهدف ال 12، اول عمليه معناها مشيت كما يلزم بالتقاطعات بالديكالاج بالتسلسل، وصلت تشوف تقريبا فما 5 امتار كامله كانت لطارق جلوس باش حل المساحه قدامه تمكن من تسجيل الهدف 12 مقابل 10، لانه العمليه كانت فما مسبوقه بسنتوراج معناه مسك من الوراء من هاني الكاخي. العمليه بدات من يعني طاح دوزيام بيفو بليل العبدلي، بليل العبدلي مشى جابر اليحيوي لان كونتر تعدى بهاني الكاخي صار سير نمبر مشات صحيحه وسط اللي معناه طلع في انترفال به. كرة ترجع لفيت العربي القطري صبحي سعيد، لازم يقف صبحي سعيد بالفعل لهنا، يخرج له لاعب الترجي الرياضي التونسي الياس حشيشه، والكرة اللي فات صبحي سعيد، صبحي سعيد باش يمرر لاعب الدايرة، تمشي الكرة هاني الكاخي اسماعيل محمد ويسجل في القائم الأول، يسجل في القائم الأول الهدف 12-11. عبد الحق بن صالح لازم السرعه، لازم السرعه، لازم باش تخالف الفريق القطري لازم تلعب له بسرعه كبيره برشا كما رينا البارح سبورتينغ ممكن ممتاز لعب الدائره سدد، فما اقصاء دقيقتين للاعب الفريق القطري معتصم محمد. واضح عمليه المسك الحزام اللي تصير السنتوراج واقصاء لمده دقيقتين. الترجي يسرع يسجل اهداف، هذه الهدف بتاع اسماعيل محمد من الجناح. الترجي في المقابل شوفوا العمليه كيفاش عمليه الدوران، فما السنتوراج والحزام اللي صارت واقصاء لمده دقيقتين. الترجي مطالب باش يستغل النقص العددي في الفريق القطري 13-11، مازالوا 5 دقائق، دخلنا الوقت المهم بتاع الشوط الاول. هو الحاجه الباهيه تو الترجي اللي قاعد يقوم بها، يعني شوفوا العربي القطري قاعد يعمل في تغييرين، يعني خرج في صبحي سعيد ولاعب الدائره،
الترجي يتفطر النقطه هذه وقاعد يلعب في السونتر رابيد وفي المونتي بار رابيد. وتو شفنا يعني الاكسيون اللي فاتت يعني كانت مثاليه في في في, في السونتر رابيد. مشاو الكره رجعوها بعد عطوها الحشيشه يعني استلم الكره اول كره توصل للحشيشه هدف يقبلوا ترجي تونس. شوف العمليه معناها سهل جدا، ما كانش مركز ادريس الدريسي مع اقصاء لمده دقيقتين في توقيت صراحه الترجي كان مطالب فيه انه الفريق القطري منقوص، لكن وقت الملاعب في قيمه صبحي سعيد يعمل لك كل شيء، معناها هذاك علاش قلنا مفتاح لعب كبير برشا في فريق الترجي في فريق العربي القطري. مفروض الترجي يركز تركيز كبير برشا، لانه البارح رينا سبورتينغ المكنين، مانيش تدخل في مقارنات، مريت سبورتينغ البارح عرف كيفاش يتعامل مع صبحي سعيد وعرف كيفاش يوقف صبحي سعيد بكل امانه. اليوم الترجي مش قاعد يتعامل كيما يلزم مع صبحي سعيد كنجم من نجوم فريق القطري. جابر اليحيوي يمشي، جابر اليحيوي توصل عبدلي لهنا، هذه اشكاليه وقت اللي يلعب لاعب اليميني على في كظهير ايمن ما توصلش الكره، فما دخول بقوه الثنائي البوسني قاعد يزفر الفريق القطري والترجي منقوص والحارس يرجع وياخذ الكره. ممتاز لهنا دريس دريس رجع في الوقت المناسب، دريسي رجع في الوقت المناسب، الترجي منقوص من لاعب بالتالي يخير يخرج دريسي ويدخل لاعب اخر سادس لاعب في الميدان، بالتالي العمليه هذه يلزمك تسجل هدف، لازمك تسجل يعني تسجل يعني هدف. في الوقت هذا لازم تركيز اكثر ولازم اللي مش يشوت يعني يكون 100% ولا لازم الكره توصل يعني اللاعب وحده يكون في وضعيه مرتاحه. باش نقربوا الصوره، تو الترجي بدون حارس، معناها تشوفوا في سته لاعبين في الميدان، المرمى فارغ ما فيش حارس، الحارس موجود على البنك باش نبداو واضحين. والتسجيل تو تسهل الامور، يرجع ليخرج اللاعب الزايد ويرجع حارس المرمى، الترجي يرجع للتقدم 14-12 والفريق القطري مازال 15 ثانيه ويكتمل النصاب نتاعو يكتمل عدديا، والترجي مازال له 43 ثانيه باش يكتمل عدديا. الفريق القطري عرف على الاقل كيفاش يستغل النقص العددي في الترجي الرياضي التونسي، رغم انه الزوز منقوصين عدديا لكن التعامل نتاع الفريق القطري كان افضل من الترجي الرياضي. حسام رمان يلعب كره مع صبحي سعيد، تقريبا عمر عازب المدرب الجزائري في الفريق القطري تقريبا لعب في المجموعه الكل. حسام رمان يلعب مع هاني الكاخي، توصل لعب الدائري هيدور يلقى الحل يسجل. مفروض ديما واحد مدافع يكون في نفس القوة الجسدية ويكون ذكي جدا في التعامل مع لازم يعني معناه باش يعمل انترسبسيون باش يفك الكرة. شوف صعيب برشا صعيب برشا، لازمك تقص لي تراجكتوار دو بال يعني ما تخليش لي تراجكتوار الباس واضحين للاعب دايرة بالبنية الجسمانية هذه. فما كرة توصل لعب الدائرة لازم تكمل الكرة لأنه فيها دقيقتين ومن الجناح ويسجل، ممتاز طارق جلود. فما دقيقتين لازم يرجع للدقيقتين، يلزم لهنا يرجع للدقيقتين بالفعل يرجع لدقيقتين الثنائي التحكيم. ثامر علي اقصى لمده دقيقتين، شوط اول برشا اقصاءات برشا اقصاءات في الشوط الاول. شوفوا العمليه معناها واضحه، ممنوع في كره اليد المسك من القميص. شوف العمليه الفنيه ممتازه جدا من طارق جلوز، يتمكن من تسجيل الهدف 15-13 واقصاء لمده دقيقتين معناها وفاول اقصاء من لو فاو الدقيقتين رجعوا دقيقتين لثامر علي ونسبه نجاح عاليه جدا لطارق جلوز. 7 أهداف ما نعرفش الحساب صحيح ولا لا، 7 أهداف لطارق جلوز في الشوط الاول. كرة باش ترجع لفات الترجي الرياضي لفات فريق العربي القطري، يقولوا وقت هون يكونوا 6 لعيبة من العربي القطري في الملعب والوقت كان واقف ناشنو قرار الحكم. دقيقتين دقيقتين لعب رقم 14 لباسل الريس، ترجع كره للترجي، ترجع الكره للترجي التونسي واقصاء لمدقيقتين. تفطن طاوله الميقاتيين تفطلوا وباسل الريس يتم اقصاؤه لمدقيقتين لانه كان فما دخول خاطئ للميدان من باسل الريس، والامتلاك يرجع لفات الترجي التونسي في وقت مهم جدا مع فريق منقوص عدديا يلعب باربعه فقط. الترجي مطالب الان باش ياخذ اكثر ما يمكن سكور لصالحه والنتيجه لصالحه مع تواصل النقاش بين مسؤولي فريق العربي القطري وطاوله الميقاتيين وثنائي التحكيم البوسني، ويحاولوا يفسروا لهم الثنائي البوسني مع مراقب المباراه يحاولوا يفسروا له شنو اللي صار بالضبط في العمليه، شنو اللي صار بالضبط في العمليه باش يتخذوا القرار. ولو انه رينا اقصاء دقيقتين للاعب باسل الريس اللاعب السوري في تشكيلة العربي القطري والامتلاك باش يرجع للترجي التونسي. هذا هاني الكاخي في حوار مع حكام المباراة ثنائي التحكيم. 15-13 للترجي قدام العربي القطري، زوز اقصاءات لفريق العربي القطري. هون الترجي لازم يعرف يستغل الوضعية هذه يعني وينهي الشوط الأول يعني بأسبقية مريحة يعني. هو يطبق كرة اليد
طبق معناها اللي زابي سي بجديه كره يد الديكالاج والا رونفيرسمون، معناها ما فيش حاجه معناها فلسفه كبيره قاعد يلقى في الحلول المجانيه في اربعه تو باش يلعب سته ضد اربعه ترجي التونسي واضح يعمل التسلسل والا عمليه ترجع الكره معناها من الظهير لعب الدائره ومن الظهير للمنسق اللعب ولا تمشي الكره من الظهير للجناح معناها يلقى الحلول بسهوله كبيره برشا ترجي التونسي خاصه مع السرعه نتاع اللاعبيه نتاعو معناها ما فماش حل اخر اذا دخلنا في حلول اخرى باش يولي يضيع الترجي الرياضي التونسي. نستناو استئناف اللعب في قاعة البجاوي في البطولة العربية للأندية البطلة في كرة اليد. هون ذكركم بنتائج اليوم، فوز سليمية الكويتي على شبيبة أمل سكيكدا الجزائري 20-19 وفوز كان كبير للكويتي الكويتي أمام نادي شباب ورقلة الجزائري 28-19 والكويتي الكويتي من خلال اللي رينا اليوم من أفضل الفرق في البطولة في انتظار بقية المنافسات وبقية المباريات الدور الأول اللي تتواصل حتى اليوم 22 يوم الاثنين 24 ديسمبر. بترجع الكرة لفيت الترجي الرياضي التونسي، هذه القوانين تعمل دخول خاطئ للميدان تدخل قبل زي يعني قبل ما يخرج زميلك فانه يتم اقصاء لمدقيقتين. الترجي الان يلعب 6 ضد 4 في الهجوم، الترجي مطالب كما قلنا باش يطبق القوانين نتاع الفنيات نتاع كرة اليد، الديكالاج هذه هو توصل الجناح يفتح الزاوية ويسجل في القائمة الثانية وقفت الحكاية معناها ما فيهاش برشا فلسفة. ممتاز طارق جلوس 8-8 ممتاز طارق جلوس قاعد يتعامل بكل جدية مع كل الكرة اللي وصلت له وقاعد يسجل، هذا المطلوب يعني لما انت قاعد تلقى في الحلول مع الجناح مع طارق جلوز كمل الستيل دو جو نتاعك كان وصل له الكره خليه هو يسجل. طارق جلوز سدد في القائم الاول، سدد كره في القائم الثاني على الفوق، سدد كره في القائم الثاني تحت رجل الحارس، بالتالي الحارس ما تعطيش دي ريبير باش ينجم يفك لك الكره وياخذ الكره. صبحي سعيد يحاول يمر يحاول يربح شويه وقت صبحي سعيد لعوده زوز لاعبين لانه ما بقاش برشا وقت في نهايه الشوط الاول، على نهايه الشوط الاول 16-13 للترجي قدام العربي القطري. كره ما زالت لفريق صبحي سعيد باش يحاول صبحي سعيد رويتو يربح 4-5 ثواني في كل عمليه في انتظار انه ثنائي التحكيم مطالبين الان باش يرفعوا ايديهم للاعلان على اللعب السلبي. بالفعل يرفعوا ايديهم، الترجي عنده 3 تمريرات في اقصى الحالات 4 تمريرات ويزمو يسدد. صبحي سعيد وتسع امتار لفيت العربي القطري. هوني صبحي سعيد كان يتعامل من الضيه هذه بذكاء وحاول يجيب دقيقتين باش يطيح اللعب السلبي ويعني ويصير الفريق الترجي منقوص. صبحي سعيد تقريبا وهذه عمليه محاوله المرور وفما حتى شيء يقول ثنائي التحكيم وترجع الكره لفيت الترجي الرياضي التونسي صعود بسرعه للترجي لازم تمشي بسرعه لازم يمشي بسرعه لا يخير عبد الحق بن صالح انه يلعب الهجوم المناسب. باش يخرج حمدي عيسى ويدخل مكانه بلال عبدلي بالفعل اللي قدم اضافه للترجي الرياضي التونسي في العشر دقائق الاخيره اللي لعبهم. تمشي الكره من الجناح ويسجل رغم انه تمنيت انه ما يتمش معناها التركيز برشا على طارق جلوس كان نجم يقبل على يقلب على الجهه الاخرى، لكن طارق جلوس مجددا نجم الشوط الاول في الترجي الرياضي التونسي يتمكن من تسجيل الهدف 17 الترجي ياخذ مع 4 17-13 مع نهاية الوقت بالنسبة للاعبين اللي خارج الميدان في الفريق العربي القطري باش يدخلوا تقريبا مع بعضهم بيناتهم زوج ثواني. كرة اللي فاتت العربي القطري صبحي سعيد ترجي يعمل 4 أهداف فارق قبل ثواني من نهاية الشوط. كرة اللي فاتت الترجي الرياضي اللي فاتت العربي القطري دخول باسل الريس كلاعب دايرة حسام رمان في التنسيق هاني الكاخي يخرج باسل الريس يلعب مع هاني الكاخي تمشي ما زالت كرة لهاني الكاخي باش يكمل العملية وحده يبدو لي ويلعب لاعب الدايرة وتقطع لفيت الترجي. عودة صبحي سعيد ياخذ الكرة يمشي بالمراوغة يسدد يحاول يغالط فما 9 أمتار وفما إقصاء لمدة دقيقتين يستنى فيها ويلوش فيها من بكري في صبحي سعيد. جابر اليحيوي يغادر إقصاء لمدة دقيقتين بذكاء كبير برشا صبحي سعيد بنيران صديقة تونسي في تشكيلة العربي القطري يعمل في كل شيء يشوفوا العملية كيفاش عمل المراوغة حاول يتجاوز أجبر جابر ولو أنه معناها كانت قاسية شوية بكل أمانة معناها ما كانش الدفع اللي يطلب إقصاء لمدة دقيقتين. الكرة الأخيرة ثانية ما زالت والمطالب فريق العربي القطري بيسدد مباشرة في المرمى. كرة إلياس باش يسدد الكرة الأخيرة إيفان ميلاس 17-13 الصد لفريق الترجي التونسي والتسديد والكره يتصدى لها يرجعها ادريس الدريسي. نهايه الشوط الاول تقدم الترجي التونسي على العرب القطري 17 مقابل 13 30 ثانيه تعطيني حوصلت لك للشوط الاول ياسين.
نسق كان ممتاز الشوط الاول. الحاجه الباهيه في اخر الشوط الاول ان الترجي عرف كيفاش يستغل النقص العددي اللي كمل به فريق العربي القطري اخر الشوط الثاني، طلع الفريق لاربع نقاط يخليه يعني ثم اريحيه يبدا بها الشوط الثاني، وان شاء الله يكمل الترجي يعني على نفس النسق اللي كان به الشوط الاول. مع ضروره الانتباه من الاقصاءات لمدققين لانه العدد عالي جدا، لازم الانتباه اكثر مع صبحي سعيد. شكرا لكم، اكيد الموعد ان شاء الله بعد دقائق من الان مع انطلاق الشوط الثاني في قاعه البجاوي في عاصمه الجنوب في صفاقس. تقدم الترجي التونسي على العربي القطري 17 مقابل 13. مجددا التحيه لكل مشاهدي القناه الوطنيه الثانيه. مباراه الترجي التونسي العربي القطري الشوط الثاني ينطلق بعد ثواني من الان بصافر الثنائي البوسني دينو وعمر. الشوط الاول كان انت اللي فات الترجي التونسي 17-13 في مرافقه من المدرب ياسين عبيد اللي رافقني في التحليل الفني. الترجي الرياضي التونسي منقوص من لاعب جابر اليحيوي تم اقصائه في الشوط الاول، بالتالي الترجي باش يبدا دقيقتين منقوص من لاعب في محاوله زاد المحافظه على الاسبقيه اللي خذاها في نهايه الشوط الاول، خاصه في ثلاث اربع دقائق نتاع الشوط الاول وقت الترجي التونسي وقت الفريق العربي القطري اخذ زوز اقصاءات لمده دقيقتين وابرزها خروج باسل الريس او التفكير بتشكيله الفريقين. بالنسبه لفريق العربي القطري الحارس علي قربه متالق في الشوط الاول، عمل برشا تصديات شان ادريس الدريسي، والهجوم المعاكس لفريق الترجي التونسي يمشي دخول المحمودي في التشكيله الاساسيه والتسديد والهدف 18. ممتازه العمليه تكمل كما يجب على صفيق بوقديده بعد تبادل الكره بينه وبين انيس المحمودي يدخل في التشكيله الاساسيه. قلت علي قربه، محمد وليب معرف، ايفان ميلاس، فواز المعضادي، عبد مراد، باسل الريس، معتصم محمد، ثامر علي، اسماعيل محمد، غانم العلي، صبحي سعيد، حسين باسكيري، حسام رمان، مصطفى الكراد، وهاني الكاخي. تقريبا افضل لاعبي فريق القطري الى جانب صبحي سعيد. الترجي ليس حشيشه، جيلاني ميمي، وجدي البرهومي، ادريس الدريسي، محمد علي بحر، عيسى حمدي، بلال العبدلي، جهاد بن عرار، عبد الحق بن صالح، طارق جلوس، شفيق مقديده، جابر الحيوي، حمزه بريش، انيس محمودي، اسامه الجزيري، وائل المزوخي. تونسي يدرب الترجي، نجيب بن ثاير وجزائري يدرب العربي القطري. ممتاز ادريس الدريسي، الريكولات ما تعدتش، فما لمس كره داخل مناطق ال 6 امتار وبرش ترجع كره 9 امتار لفيت فريق العربي القطري. قلت جزائري في تدريب فريق القطري، عمر عازم مع التذكير انه الفريق هذا بدا الموسم بمدرب تونسي معز محفوظ ابن اتحاد منزل تميم اللي مشى عمل تجربه في البطوله القطريه، ثم بعد رجع عمر عازب اللي هو كان يشرف على الفريق في الموسم الفارط وكان مشرف على الفريق وقت اللي كان هنا في البطوله العربيه الفارطه في اللي نظمها فريق سقيت زيت في شهر مارس الفارط. الهدف اللي فات فريق العربي القطري 18-14 دقيقه 49 ثانيه. الشوط الثاني بدايته متعادله بين الفريقين في انتظار بقيه المجريات نتاع المباراه وفي انتظار التغييرات اللي باش يقوموا بهم زوز مدربين مع دخول وجدي البرهومي لاعب دايره في تشكيله الفريق الترجي وياسين وجدي برومي اطول من حشيشه، وبالتالي لهنا يمكن يحاول يلقى حلول اخرى مدرب نجيب بن ثاير من الناحيه الهجوميه. صحيح نشوفه هنا يعني نجيب بن ثاير قاعد يغير في الرصيد البشري، عنده رصيد بشري ثاني يدور في الرصيد البشري يدور في الافكتيف، يعني خرج توا جلوز دخل محمد علي بحر شوفوا دخل برهومي، يعني لاعب دايره ممتاز جدا، يعني كان تعرض لاصابه في اخر الموسم الفارط وان شاء الله تكون عودته باهيه للشامبيونات خاطر يعني سيرتامو ما وصل لليكيب ناسيونال وعنده مستقبل كبير برشا. الحاجه الباهيه زاد في اول الشوط الثاني انه الترجي عرف كيفاش يتعامل مع الوضعيه النقص العددي وما خرج باقل اضرار. يعني 19-14 الترجي مطالب باش يحافظ على الفارق 5-6 اهداف فارق لما لا يزيد يصعد في الفارق. من الناحيه المعنويه مهم جدا بعد مباراه يوم امس امام شباب تورك للجزائري. صبحي سعيد يلعب الكرة وتسعة امتار لفيت النجم الرياضي الساحلي بس لفيت عفوا صبحي سعيد مربوط بالنجم الرياضي الساحلي لفيت العربي القطري. صبحي سعيد يعمل التسديد في القائم الثاني تضرب الكرة في القائم واللمس من الحارس ادريس الدريسي. كرة حسام رمان يلعب كظهير ايسر في تشكيلة العربي القطري. صبحي سعيد حسام رمان باش يطلع فما المساحة قدامه يسدد في القائم الثاني يسجل، تخلي له مساحة يسجل، تخلي المسافه يسجل. صحيح هون نشوفوا يعني صبحي سعيد وحسام رمان قاعدين ياخذوا بزمام الامور،
قاعدين يصير ديبار ديلي ودو كونتر دو اكستيريور، اما على مع صبحي سعيد مع لاعب الدائره والا حسام رمان يلعب دو كونتر دو. تشوفوا في الوضعيه هذه ما قدمش عليه، قعدوا مع البيفو شات سجل. بلال العبدلي ممتاز فنيا، بلال العبدلي ممتاز العمليه اللي فاتت على الترجي التونسي، يمشي الكره فما دخول ومن الجناح ويسجل، يسجل محمد علي بحر. وقتنا نلقاو فريق فيه زوز لاعبين اجنحه في قيمه طارق جلوس ثم دخول محمد علي بحر، رغم انه طارق جلوس عمل شوط فوق العاده اليوم، دخول طارق دخول محمد علي بحر زاد يلقى الحلول مجددا ويتم يسجل. هذا محمد علي بحر ابن سبورتينغ المكنين اللي يلعب في الترجي الرياضي التونسي. في المقابل يمكن الترجي مازال ما لقاش حلول في الجناح الايسر، صحيح شفيق بوقديده موجود لكن يظهر لي من خرج مراد الستاري من الترجي الرياضي التونسي، معناها ما لقاش الترجي الجناح اللي بالفيفاسيتي نتاع الستاري اللي يبدا لك العمليه يدخل في الرواق يخرج لك يعمل لك الديكالاج والا فينيسور يكمل الكره، مع احترامي يمكن اللي جاو من بعد. صحيح هو ما ننساوش احنا تو يلعب البغاني مع الترجي، الستاري يعني سنوات طويله مع الترجي الرياضي التونسي، وخاصه الدور الدفاعي اللي كان يقوم به يعني من احسن المدافعين اللي انجبتهم تونس. وكي نحكي على الستاري نحكي على مده طويله لعبها في الترجي، بوغاني ما عندوش برشا من اجيال الترجي وهو بالاساس مش ابن الترجي الرياضي التونسي، معناه هذا اللي يمكن حبيت ان نوضحه. الكره اللي فاتت للترجي الرياضي التونسي بلال العبدلي 20-16 قعدنا في مستوى اربع اهداف فارق اللي فاز بهم الشوط الاول 17-13 كان اللي فات الترجي قدام العربي القطري، ويبقى اسامه البوغانمي واحد من افضل الاجنحه في افريقيا، اذا مش منقولوش معناها من افضل الاجنحه في مستوى عالي جدا اسامه البوغانمي، لعب المنتخب الوطني التونسي. كره اللي فاتت الترجي الرياضي وتضيع الكره، عمليه التقاطع ما تمشيش، واول صعود بسرعه من الجناح حسام رمان يسدد ثم دخول في المنطقه او دخول بقوه لفيت الترجي الرياضي التونسي. اليوم نجاح الترجي الرياضي التونسي كان في التغطية على عبد مراد اللي البارح اللاعب رقم 11 الجناح الأيسر في تشكيلة العربي القطري اللي البارح كان عمل الفارق في مباراة أم سبورتينغ المكني. اليوم رينا شي برشا هدف وحيد حتى التوا، والعملية الأخيرة الصعود الأخير عم حبوا يحاول يرجع بالكرة، والتدخل كان متميز من دفاع الترجي الرياضي التونسي اللي تقريبا تشكيلة كاملة تغيرت، معناها عبد الحق بن صالح في البنك، زوز اظهر اللي بداوا المباراه في البنك تقريبا باستثناء الحارس ادريس الدريسي وشفيق بوقديده. كوره ودخول في الراية في 6 امتار و7 امتار اللي فاتت الترجي التونسي بلال العبدلي 20-16. لهنا نجيب بن ثير يتعامل مع التشكيله مع رصيد بشري عنده متوفر يتعامل معاه كيميلز. هو كورتيد العصريه يعني ما عادش تجم لاعب يلعب لك مقابله كامله يعني خاصه يعني بنفس التركيز اللي تم في يعني في الديفونس اتاك يعني ما عادش ثم جوره تنجم تلعب 60 دقيقه، ويعني بخلاف المنظومه هذه يعني اذا تحب انت تجري الفريق كامل البطوله لازمك تغير يعني باش تلقى روحك انت في الادوار النهائيه يعني المجموعه ماهيش تعبه. اكيد كنتوا تشوفوا في زميلنا مهدي قاسم المكلف بالاعلام في البطوله هذه الى جانب القيدوم الطاهر ساسي مكلب اعلام في الاتحاد العربي لكره اليد، مجهودات كبيره قاعدين يقدموا فيهم للاعلاميين باش يوفروا كل المعطيات للاعلاميين في النقل المباشر من صحافه مكتوبه او مسموعه او مرئيه. تحيه لهم الناس الكل مع تنظيم جيد بصراحه لفريق نادي سقيت الزيت. كره ترجع لفيت فريق الترجي لفيت فريق العربي القطري، تدخل من الحكام والكرة لفيت العربي القطري يلعب ودخول الظهير مصطفى الكراد مرناشي هو يلعب كجناح، مصطفى الكراد ياخذ مكان اسماعيل محمد، مصطفى الكراد ويسجل لكن فما 9 امتار 9 امتار. كل مره اكيد زميلنا سمير العجيمي يحاول يورينا بعض الوجوه الرياضيه الموجوده في قاعه البجاوي في صفاقس من وجوه كرة اليد والتسديد. حسام رمان في القائمة الثانية ويسجل الهدف 17 21 17. لنا برشا وجوه
لنا برشا وجوه رياضيه في قاعه البجاوي، منهم محمد القمري كنت تشوفوا به بجنب زميلنا مهدي قاسم، واحد من افضل الحكام الدوليين اللي انجبتهم كره اليد التونسيه، مع الغرياني ومع عروس، هذوما من ابناء صفاقس اللي الى جانب معناها مجموعه من الحكام الدوليين اللي اشرفوا بعد على لجان التحكيم سواء في مستوى الرابطات ولا حتى على المستوى الوطني. تحيه لهم الناس كل اللي خدموا كره اليد التونسيه. كره لفايتة فريق الترجي الرياضي التونسي، جابر اليحيوي يلعب كمنسق لعب، جابر اليحيوي مع المحمودي، يحيوي باقي دفاع الفريق القطري يلعب دفاع 0-6 عبدلي، فما مرور بقوه والكره ترجع لفايتة الفريق العربي القطري. تراجع نسبيا مستوى الترجي الرياضي التونسي من الناحيه الهجوميه، ما عادش فما الكرياتيفيتي الخلق معناها الابداع اللي يمكن الترجي باش نجم يغالط به الفريق العربي القطري. ولهنا مع تغيير في التشكيله معناها يلزم شويه وقت، يلزم شويه وقت. كره لفايتة فريق العربي القطري 21-17، 9 دقائق لعب. حسام رمان يلعب الكرة مع صبحي سعيد، محاولة المرور صبحي سعيد، التقاطعات والدخول رجع باسل الريس المكان نتاعه، ردوا بينا من صبحي من المراوغة، ردوا بينا من صبحي مراوغة، برافو بلال عبدلي، برافو بلال عبدلي. كرة لصبحي سعيد مجددا، صبحي سعيد يحاول يلعب الكرة المراد، يفتح الزاوية ويسجل، يفتح الزاوية، خذا وقته صبحي سعيد، خلى الهجوم نتاعه يتحرك كما يلزم باش لقى الحلول حتى في الهواء، معناها ياخذ طون داري صبحي سعيد باش يعطي التمريره. شوف العمليه، مرر المراد وفي الكره في القائم الثاني والهدف 18-21 كان من الجناح، يعني عمل ديبار ومن بعد ارجع لمكانه، يعني طلب كره ممتاز ذكيه من الجناح والتمريره. يعني صبحي سعيد قلنا ديما عنده شون فيزيه القويه برشا، يعني يعرف كيفاش كورته يخرجها صحيحه. ترجع الكرة للترجي التونسي، محمودي احيانا يلعب كظهير ايمن ثم يرجع كظهير ايسر ثم يلعب كلاعب منسق لعب انيس المحمودي. محمودي يلعب كرة مع بلال عبدلي، تمشي الجابر اليحيوي، يدخل لاعب دايره ثاني شفيق بقديده، كمل عبدلي، كمل عبدلي، تصدي علي قربه وتسعة امتار، فما 9 امتار، فماش علاش الاحتجاج من الفريق القطري لانه يعني فما 9 امتار، فما تدخل، فما الدفع كان على بلال عبدلي. الترجي نتصور ما نجمش يكمل بالتشكيله هذه، معناها نتصور انه باش يزيد يغير المدرب، معناها يدخل يرجع مجددا عبد الحق بن صالح. جابر اليحيوي سدد ويسجل، جابر اليحيوي من الثبات ممتاز، 22-18، هذا جابر اليحيوي، فنيات كبيره برشا من جابر اليحيوي، يتمكن من التسديد، شوفوا العمليه، تسدد ويتمكن من التسجيل 22-18، اول تسديده من الثبات لجابر اليحيوي مع تفوق الترجي الرياضي التونسي 4 أهداف فارق ياسين بعد 10 دقائق لعب. صحيح. مع الى حد الان معناها من خلال التقدم قاعد هو نفس الاربع نقاط نتاع الشوط الاول، معناها المقابله في الشوط الثاني متعادله. قاعد يلعب باريحيه الترجي، قاعد يعرف كيفاش يتصرف مع المقابله. نشوفوا هون الدفاع الترجي رجع 0-6، يعني بنيه جسمانيه كبيره، نشوفوا جابر اليحيوي ولا حمدي عيسى ولا انيس المحمودي، يعني طويل ما يخليهم يلعب، نقصوا الجسباس الديبارد اللي هي والا دو كونتر دو مع البيفو. 9 امتار للعربي القطري مع تصديات بالجمله لدريس الدريسي، هذه العمليه الاخيره، الدخول والتصديات، ومن حسن حظ الترجي رميت 7 امتار لفريق العربي القطري، دخول في المنطقه كان بعد العمليه البطيئه اللي ريناها. باس للريس اللي باش يسدد، يرفع اللوب ويرفع، معناها صعب جدا انه تعمل العمليه الفنيه هذه، اللوب بحارس طوله 2 امتار، صعب جدا، يلزمك الكره ما تسيبهاش فوق الحارس، يعني شوفوا تسيبها بجنب، معناها الكره تمشي جانبيه، اذا حطيتها فوق الحارس ينحيها لك، هو حطها جانبيه وتمكن باش يسجل الهدف في 19، 22-19، المباراه في الشوط الثاني الان، التقدم للفريق القطري، لو كان عملنا معناها كل شوط وحده، 4 اهداف فارق في الشوط الاول للترجي، والان هدف فارق للعربي القطري في الشوط الثاني، بتفهموا تقريبا شنو اللي تغير في الشوط الثاني. كره للترجي التونسي يلعب بعيد برشا، الترجي على دفاع فريق العربي القطري، محمود يحاول وصل للعب الدائره، فما مسك اقصاء دقيقتين لحسام رمان، حسام رمان اقصاء دقيقتين، لعب 29 لعب جمعيه الحمامات، تكون في المدرسه التونسيه، مشى من في صنف الاواسط اللعب هذا، شوف العمليه، عمليه المسك واضحه جدا، السنتوراج والاقصاء لمده دقيقتين لحسام رمان، والان التفوق العددي للترجي الرياضي التونسي اللي حاول انه يلعب التسلسل والتقاطعات والدخول في الاروقه، توصل الكره للجناح، يفتح الزاويه، بقديده ممتاز، شفيق بقديده في القائم الاول يسجل الهدف،
هدف 23 19. يرجع الترجي المستوى مع 4، والترجي مطالب في الدفاع باش يكون افضل مع التفوق العددي اللي عنده توا. هذه فتح الزاويه في القائم الاول، علي قربه يغالط علي قربه، هذا شفيق بقديده 3 على 3، نسبه نجاح عاليه 100%، ما ضيع حتى كره. في المقابل فريق القطري ياسين هاني الكاخي ولا يصبح يلعب كجناح، في المقابل كظهير دخل مصطفى الكراد، هذا اللي عنده الكره. مصطفى الكراد يلعب الكره مع صبحي سعيد مع النقص العددي. صبحي سعيد باش يحاول يعول على الامكانيات نتاعه ويسدد يربح الوقت. شوف صبحي سعيد قاش يربح وقت، 4 5 6 ثواني في عقله، لانه الحكام ما يعملوش التايم اوت، ما يوقفوش اللعب، بالتالي الكرونو يقعد يمشي. صبحي سعيد يعمل المراوغه، يلعب الكره مع الكراد، الكراد يسدد وسهله هذه التسديدات هذه، ما لقاش الحل ياسين حتى لتو الفريق العربي القطري. صحيح يعني يلعب منقوص يعني، ودفاع 0-6 كما قلت لك، الترجي قاعد يطلع لتسع امتار كما نشوفه هوني، ما يخليش العربي القطري يلقى الحلول يعني. هوني اكسبلوا انديفيديال من صبحي سعيد، كوجيني صبحي سعيد، معناها شوف العمليه كيفاش يمشي المره هذه من الثبات، يحط الكره معناها الحارس ما يشوفهاش ويتمكن من المغالطه. 4 اهداف لصبحي سعيد، نسبه نجاح 67%. لكن صبحي سعيد ياسين باش نبدا واضحين، ما نجمش يهز مباراه كامله من الناحيه البدنيه، على الاقل في العمر نتاع صبحي سعيد. صحيح، وخاصه قاعد يلعب يعني هجوم ودفاع، يعني من المفروض كان يستحفظ عليه المدرب يخليه يلعب الا في الهجوم. يعني هو خمم في المونتيد بال، النقطة اللي قلنا عليها احنا في الشوط الأول، العربي القطري ماهوش قاعد يطلع في المونتيد بال، يعني خلى صبحي سعيد يلعب باش يطلع للمونتيد بال، تو ماهوش قاعد يلقى في لي سوليسيون بالمونتيد بال. شوفوا الترجي ماهيش قاعد تعمل في شونجمون بالاتاك والديفونس، شونجمون واحد اللي هو حمدي عيسى، يعني ماهوش باش يخليك أنت تلقى سوليسيون كبيرة برشا بالمونتيد بال. ولا وفما حاجة أخرى راهو في كرة اليد ياسين، أنه صبحي سعيد ولا يلعب من الجهة المقابلة البنك الاحتياط، معناها كل مرة باش يعمل الشونجمون ويلزم يقص التيران الكامل ويخرج، وقتها يصير رونفيرسمون على المكان نتاعه والترجي يلقى الحلول. لذلك علاش مجبر الفريق القطري تو باش يخليه يلعب دفاع وهجوم، عكس الشوط الأول كان قريب البنك الاحتياط، كان كل مرة يخرج ويتم التغيير نتاعه. معناها هذيا من الجزئيات اللي يلزموا المشاهدين نتاعنا يتبعوها ويفهموها، علاش صبحي سعيد في الشوط الثاني قاعد يلعب دفاعا وهجوما، ممتازة عملية ورائية وتقطع الكرة اللي فيها الترجي التونسي، هجوم معاكس بين حمدي عيسى لجابر اليحيوي، كان المفروض تكمل الكرة على الجهة اليسرى لكن تكمل على الجهة اليمنى، ممتاز محمد علي بحر. 25 20، بعد 15 دقيقة في الشوط الثاني الترجي قاعد المدرب باش ياخذ تايم اوت، لازم تايم اوت. نشوفوا تايم اوت خذاه مدرب العربي القطري باش يعني يعدل الاوتار، خاطر دخلوا في التسرع ومش قاعدين يلقاو في رواحهم، يعني اون اتاك اون ديفونس. الترجي واقفه منيح وقاعده يعني محافظه على الفارق ال4 نقاط وقاعده تطلع فيه اكثر. كرة ترجع لفيت العربي القطري بعد الوقت المستقطع اللي خذاه عمر العازب المدرب الجزائري، ما لقاش حلول قدام سرعة الترجي الرياضي التونسي، ما لقاش حلول قدام الفيفاسيتي الحركية نتاع فريق الترجي الرياضي التونسي، رغم التغيير تقريبا نجيب بن ثاير غير معناها تشكيلة كاملة. لا هذا بالعكس، يعني هو غير تشكيلة كاملة، يعني نشوفوا أنت في الترجي الرياضي التونسي لما تخرج عبد الحق بن صالح ودخل العبدلي، ولا لما تدخل خرج الجزيري ودخل يعني جابر اليحيوي ولا انيس المحمودي، يعني تقريبا لاعبين في نفس القيمه الفنيه، يعني هذا ما يخليهم يلعبوا مرتاحين، ما ثمش تعب. لما اللاعب يكون يلعب مرتاح يعني يكون اكثر ابيليتي، اكثر فيفاسيتي، اكثر يعني تركيز من اللاعب اللي عكس اللي قاعد يصير في العربي القطري اللي قلناه تو على صبحي سعيد اللي هو قاعد يتعب، مش يدخل في الاخطاء. تو صبحي سعيد يعرف اللاعب كي يتعب يولي يستعجل ويغلط. من اول الاشياء اللي تنقص وقت اللاعب يتعب هي الدقه، الادريس، اذا تعب اللاعب معناها الدقه نتاعه تنقص. مش مدوا واضحين، واكيد الترجي قاعد يتعامل مع بطوله الان. شو معناه يتعامل مع بطوله؟ انه يدور في رصيد البشري، يعرف روحه عنده 3 مقابلات على التوالي بعد انطلاقه من يوم الاثنين، معناها الترجي باش يلعب ضد سبورتينغ المكنين، مواجهه تونسيه تونسيه، ثم الترجي باش يواجه الكويت الكويتي، مقابله باش تكون تقريبا الاصعب للترجي يوم الاحد. معناها مواجهات الترجي تمشي والنسق يرتفع ويمشي والمستوى يرتفع. هون نشوفوا رجع عبد الحق بن صالح ودخل جهاد العرعار، لاعب صغير دخل يلعب في الدفاع ممتاز، عنده امكانيات بدنيه ممتازه. وكما قلت انت يعني المقابله اللي مش تكون اللي يعني تقريبا لتحديد المركز الاول هي بين الكويت الكويتي والترجي، الترجي التونسي، معناها في انتظار ان شاء الله سبورتينغ مكنين يدخل ضمن الرباعي، وهذا ما نتمناه ان شاء الله. سبورتينغ المكنين اللي باش يلعب يوم السبت مباراته امام الترجي الرياضي التونسي. كره لفيت الترجي
محاولة المرور تمشي الجناح يفتح الزاوية أبو قديدة في القائم الأول خذا لسندوم معناها ولا فهم أنه علي قربة قاعد يحل في القائم الأول باش يمشي القائم الثاني قاعد يحط له على الرجل نتاعو الميتة معناها الساقو اللي ما نجمش يتعامل بها وعلي قربة يغادر يدخل يرجع الحارس الأول في تشكيلة فريق العربي القطري حسين باسكيري يدخل في التشكيلة الأساسية ونجاح كبير برشا لشفيق أبو قديدة اللي قاعد يقدم في أداء جيد جدا. بترجع الكرة اللي فات حسام رمان يلعب مع صبحي سعيد صبحي سعيد يخرج باسل الريس التقاطعات التسديد والكرة خل الصد ممتاز ممتاز الصد شوفوا التدخل الأخير ما ريناش بصراحة تدخل قوي تبع ثنائي التحكيم قاعدين يتشاوروا باش لإسعاف اللاعب مصطفى الكراد والإقصاء النهائي إقصاء لمحمد علي بحر أعطونا الصورة لو سمحتم سمير العجيمي في الإقصاء اقصاء لاعب الجديد جهاد بن عرار هذه العمليه والتدخل في الوجه تدخل في الوجه تدخل شوف العمليه تبع معايا ياسين شوف عمليه التقاطع شوف جهاد بن عرار والتدخل هذه الصوره موضحه النش برشا الصوره اللي قبلها كانت اوضح الصوره اللي قبلها كانت اوضح في عمليه التدخل على مصطفى الكراد في عمليه التقاطع لانه يمنع منعا باتا التدخل في مستوى الوجه في كرة اليد مهما كان معناها في أي مكان نتاع تسديد يمنع اللعب وهو لهنا تقريبا الاستيماسيون نتاع الملاعبي ساعات الملاعبي ما يعرفش كيفاش يمشي ياسين معناها يكون موش نيتو أنه يمشي للوجه لكن مع هذا يعاقب وقت اللي يمشي للوجه. هذه اللوائح جديدة يعني محافظة على اللاعبين سلامة اللاعبين هي معناها أهم جزئية في الرياضة بصفة عامة وفي كرة اليد خاصة لأنه فيها برشا تدافع وفيها برشا قوة وإقصاء تقريبا لعب 30 ثانية جهاد بن عرار 30 ثانية يتم على إثره إقصاؤه نهائيا مع إصابة اللاعب مصطفى الكراد هذه العملية شوفوا التدخل والتدخل كان في المستوى الوجه كانت مقصودة يعني لا هو ما كانش مقصود قلت لك خلطت مخر هي تايمينج حكاية تايمينج التايمينج كان خطأ والتدخل كان خطأ والإقصاء لمدة دقيقتين إقصاء نهائي والترجي باش يقعد منقوص لمدة دقيقتين بعد 17 دقيقة في الشوط الثاني 26-20 ترجي يلعب براحة حتى مقارنة بمباراة يوم أمس لعبها في الشحية قاعد يلعب مرتاح ترجي يعني سيطر على المقابلة يعني بالطول وبالعرض مش يخلي فرصة لازم طول العربي باش يرجع وأنا ما نتصورش العربي يرجع خاطر شوف في صبحي سعيد تعب يعني ما عادش ينجم يهز تمريرة في شكل تسديدة والهجوم المعاكس بحر ويسجل 27-20 يستغل كما يجب النقص الترجي التونسي الهجوم المعاكس رغم النقص العددي يستغل كما يجب الهجوم المعاكس رغم نقصه العددي وفما تعب في الفريق القطري ويبدو لي التعب نتاع الفريق القطري مردوا انه البارح لعب مباراه مخر مع سبورتينغ مكنين وكانت مباراه فيها اندفاع كبير برشا ضد سبورتينغ مكنين شباب المكنين البارح احرجوا العربي القطري بكل صراحه وكان بامكان سبورتينغ البارح باش يفوز بالمقابله نتاعو في ظل معناها اداء نتاع مباراه كامله لولا اداء صبحي سعيد التقاطعات هاني يسدد وفوق المرمى ممتازة العملية التقاطع ومجددا السوري هاني الكاخي يتمكن من التسديد 27-21 هذه عملية التقاطع بالبوانية ريتو بمعصم اليد عرف كيف يقلب الكرة مع يمكن لهنا علاش قلت حراسة المرمى فنيات كل حارس مرمى الفنيات نتاعو ادريس الدريسي عملية السقوط ما كانتش في مكانها بكل صراحة كان المفروض أن يكون واقف في المرمى ادريس الدريسي الترجي يضطر الان باش يلعب لاعب سادس في الميدان رغم التفوق العددي لكن يخير انه يجرب العمليه هذيا سته لاعبين يلعب غير حارس مرمى الترجي الان جابر يحياوي يسجل ممتاز فنيا ممتاز قوي جدا جابر يحياوي في العمليه الاخيره عمليه المراوغه والتسديد شوفوا العمليه برافو جابر يحياوي 28-21 سبع اهداف فارق مباراه يمكن اسهل من اللي كان يتصورها الترجي ياسين صحيح يعني كنا نتوقع ان المقابله مش تكون حماسيه لاخر الدقائق الشوط الثاني ترجي عرف كيفاش يجري مقابلته يعرف كيفاش يدور الافكتيف المدرب يعرف كيفاش يدور الافكتيف نشوفوا العربي القطري ديما نعاودوا نقولوا نفس الشيء يعني مشاكل بالجمله في الدفاع وما ثماش افكتيف ما عندوش نفس ثراء الرصيد البشري كما ترجي باش يقدر يجري مقابله بالنسق هذايا لان يعني نشوف نسق مرتفع في بعض الاحيان يوصل نسق مرتفع جدا كره اللي فات الفريق العربي القطري صبحي سعيد هاني الكاخي ما توصلش ممتاز الكره اللي فات الترجي الرياضي التونسي لكن تقطع والحكام لهنا يعطيوا الاسبقيه الحكام لهنا كان المفروض انه الخطا يرجع للترجي
لكن اعطاوا الكره للفريق القطري وخلوا الاسبقيه بعد ما خذاها هاني الكاخي. وتسعة امتار اللي فات العربي القطري باسل الريس باش يلعب تسعة امتار. ثنائي التحكيم هو الثنائي المحايد، معناها موش عربي، ثنائي بوسني يزفر المباراة هذية، يستعين بها الاتحاد العربي لكرة اليد اللي في عدد من التوانسة اللي موجودين في الاتحاد العربي، منهم سيري ظل مناعي رئيس لجنة المسابقات، منهم أيضا طار ساسي رئيس لجنة الإعلامية، وغيرهم من الأخيين اللي يمثلوا وشرفوا كرة اليد التونسية وقت القوم في مستوى العربي ولا في المستوى الإفريقي، ولما لا في مستوى عالي في مستوى الدولي في مستوى ليها شيف. الكرة اللي فاتت الترجي التونسي تمشي للجناح، يفتح الزاوية ويسدد في القائمة الثانية بشرة محمد علي بحر. 29-21 للترجي قدام العربي القطري، 20 دقيقة لعب، ما زالوا 10 دقائق على نهاية المباراة. الترجي استفاد من المباراة هذه تقريبا على كل النواحي ياسين. صحيح، يعني استفاد من كل النواحي، نشوفوا الأجنحة دخلوا في البطولة كما يجب، نشوفوا يعني الإفكتيف قاعد يدور. جابر اللي حيوي ما قصرش، دخل في المقابلة بالباهي كيف نفس الشيء بالنسبة للجزيري، يعني هذا ما يخليهم ياخذوا ثقة في رواحهم. مع متراهن جدي يعني العربي القطري، انت كي تفوز على العربي القطري يعني فارق مريح، نشوفه تو مازالوا 10 دقائق وفارق يعني 8 اهداف، ترجي تكمل في المقابلة مرتاحة يعني. تفوق للترجي الرياضي التونسي، ممثل كرة اليد التونسية إلى جانب منظمة دورة ساقية الزيت ونادي سبورتينغ المكنين. يوم الثلاث يوم السبت باش يكون الموعد مع الجولة الثالثة في الدور الأول، العربي القطري الكويت الكويتي انطلاقا من ماضي ساعتين. يوم السبت الأربعاء متاع العشية ترجي الرياضي التونسي سبورتينغ المكنين. المتابعة هذه باش تكون مقابلة باش تكون منقولة على القنوات الوطنية التونسية والنادي ساقية الزيت الخليج السعودي 6 متاع العشية يوم السبت. هذوما مقابلات يوم السبت وغدوة، نذكركم اليوم راحة وإقصاء لمدة دقيقتين للاعب العربي القطري ثامر علي. في الاكسيون اللي فات يعني كامل عبد الحق بن صالح يعني خرج لاعب الدائره وراهم، بعد خذا الكره يجري طيح الدفاع يعني فيكسيهم كلوا احنا وشد يعني تقاطع. الجابر اليحيوي جاي يجري شاد مرتاح، يعني جابر اليحيوي من الاظهره اللي وقت اللي يجي يجري يشوط مرتاح يعني صعب انك تقدر تصدي له. معناه تقريبا في نفس طريقة هاني الكاخي، لك القوة اللي يمشيها يمشي بقوة كبيرة برشا مع السرعة في الرواق، يدخل في الرواق صعيب باش تركب له الباساج اون فورس، معناها المرور بقوة لأنه يخوف ويولي. صحيح يعني شوفوا العملية هذه، العملية شوفوا السرعة، شوفوا التسديد هذه العملية، معناها صعيب الدفاع يعني الدفاع ما طلعلوش. عبد الحق بن صالح شعمل يعني بعد الكروزمون مع البيفو اللي صارت جاي يجري للوسط، عمل كروزمون مع جابر اليحيوي طيح هو لي دو ديفونسور نمرو 3 نمرو 2 في الوسط طيحهم باش هو جا يجري شاد من البعيد مرتاح، ما ثماش كون قلقوا كي شاد. مباراة حلوة للترجي لكن ماهيش مباراة مرجع، ماهيش ريفيرونس، معناها العربي القطري مش في مستوى عالي جدا اللي يمكن الترجي باش نحكموا على الامكانيات نتاعو مع التغييرات اللي قاعدة تصير، دخول ايضا واحد وائل المزوغي لاعب رقم 96 من شباب الترجي الرياضي التونسي الشبان اللي دخل قاعد يقعد فيهم المدرب نجيب بن ثاير. صبحي سعيد، المباراة أصبحت في طريق مفتوح للترجي الرياضي التونسي. ما زالت الكرة اللي فات العربي القطري، صبحي سعيد تعب ما عادش ينجم يعطي نفس الأداء اللي رناه في معناها صعيبة. شوفوا العملية تعب صبحي سعيد يلعب هجوم ودفاع، الهجوم المعاكس اللي فات الترجي تمشي للتسديد ومحمد علي بحر، ولا ما نعرفش اليوم صدفة ولا من المفارقات أنه زوز أجنحة بتاع الترجي اليمين الجناح الأيمن هما اللي سجلوا أكبر عدد من الأهداف، طارق جلوز ومعاه محمد علي بحر. يعني شوف هو الـ حتى التوا 5 و9 14 تقريبا او 5 و10 15 هدف من جمله 31. هو اذا ما يمنعش ما نجموش نشكوا في القيمه الفنيه للاعبين الاثنين اللي هما لاعبين ممتازين. لما الترجي طلع الكره سريعه يعني البوست اللي نورمالمون يرجع فيها سمحي سعيد يرجع لميرو دو من غاديكا يعني تعب ماهوش قاعد يرجع رابيد، هما قاعدين يلعبوا في المونتي دو بال يجيبوا الكوفرتير للي ويسيبوها على للي هو اللي قاعد يطلع تو محمد علي بحر. نشوفوا كلهم دي زونجاجمون رابيد كلك سوا كونتر رابيد ولا مونتي دو بال رابيد ولا كونتر اتاك ديريكت قاعد يلقى في الحلول. شكرا لك، يعطيك الصحه ياسين عبيد المدرب السابق لفريق نادي ساقية الزيت
على الإضافة الفنية اللي قاعد تقدم فيها تباعا في المقابلات نتاع البطولة العربية للأندية البطلة في كرة اليد. معرفتك الكبيرة للأندية هذيا لأنه كنت شفتهم في المسابقة الفارطة لهنا في ساقية الزيت في صفاقس كل الأندية تقريبا العربية. ولو أنه سنة ذولي المستوى أفضل، معناها في فما في فرق مستواها أفضل من النسخة الفارطة. صحيح، مقارنة بال يعني الموسم فارط كانت الغرافة كان فريق ممتاز جدا يعني. نشوفوا السنة هذه ثم ترجي فريق يعني ممتاز ينافس ديما على الألقاب. الكويت الكويتي اللي فاجأ الجميع اليوم بالمستوى الكبير اللي قدمه، نادي خاصة دفاعيا بصراحة أبهرني دفاعيا الكويت. صحيح يلعب ديفونس افونسي يعني اجريسيف قوي جدا ويلعبوا مليح يربحوا لي ديال الكل نشوفوا فيهم. ساقية الزيت نفس الشيء مترهن جدي، يعني مازلنا نشوفه في الفرق الأخرى، والمكنين نفس الشيء، المكنين يعني يقدم أداء ممتاز يعني في أول مقابلة. صحيح، حتى نسمي اللاعبين الشبان للترجي الرياضي التونسي، دخول حارس مرمى حمزه بريش في حراسه مرمى الترجي الرياضي التونسي، ايضا قلت دخول وائل المزوغي، بكري شويه كان دخل جهاد بن عرار لكن تم اقصائه، والتسديد حسام رمان وترجع الكره لفيت الترجي الرياضي التونسي، واندفاع كبير من شباب الترجي الرياضي التونسي، كره تمشي لتسديد ويسجل مصطفى الكراد، يسجل الهدف 22 31 22، 9 اهداف فارق للترجي قدام العربي القطري، ما زالوا 7 دقائق و15 ثانيه. مصطفى الكراد 50% نسبه نجاح، سجل هدف من زوز محاولات. عوده الجيلان امامي في التشكيله الاساسيه، والتنسيق يصبح محمودي في التنسيق في المقابل وائل المزوغي كظهير. باش نتفرجوا في شبان الترجي، التقاطعات يخرج الياس حشيشه، تمشي الكرة، محاولة المرور، التقاطع جيد جدا للترجي، يلقى الحلول الترجي التونسي، وفما التسديد وفما 9 أمتار. البداية كانت من وائل المزوغي في عملية الصعود، لاعب رقم 96 يلعب كظهير أيسر في تشكيلة الترجي الرياضي. وائل المزوغي يلعب الكرة، ترجع له وائل المزوغي كمنسق لاعب. يخرج الياس حشيشة يلعب مع الجيلاني مامي، تمشي الكرة لفيتا الترجي، تسديد ويتصدى باسكيري، حسين باسكيري، والكرة ترجع لفيتا الفريق القطري. ما عادش نجم يطلع بسرعة فريق قطري، علاش؟ لأنه خروج صبحي سعيد، والكرة ترجع لفيتا الترجي التونسي بعد خطأ من حسام رمان بسرعة كبيرة برشا. محمد علي بحار ريكوليت، لكن الحارس يتصدى، يتصدى الحارس، حب يعمل العملية فنية لكن الحارس يتصدى، هي كانت الزاوية مغلقة ما كانش عنده حل آخر. حسام رمان يلعب الكرة، تسديد وممتاز الحارس بالريش، ممتاز الحارس بالريش، يدخل دخله في المباراة. برافو، شاب شاب معناها تقريبا لم يتجاوز 18 سنة، زوز أمتار تقريبا في نفس القامة نتاع الحارس إدريس الدريسي، وهذا واحد من نجوم كرة اليد في تونس. أرجع لي لسليم الزاني، سليم الزاني مدرب الحراس في الترجي الرياضي التونسي، اسم كبير في الترجي في المنتخب الوطني التونسي، هو اللي قاعد يدرب في حراس الترجي الرياضي التونسي، ويفرح برشا سليم وقت اللي يلقى حارس بالريش كيما هكا يقدم يعمل بارات كيما هذه. صحيح، سليم الزاني خبره كبيره برشا يعني من ابناء الترجي، تشوفوه توا يعني هو مدرب حراس. حمزه بالريش حارس صغير في العمر، حارس ممتاز، وعندهم اصيل النملي معهم تو في تخلى معهم في البطوله العربيه هذه، حارس اصغر كان يعني خذاه الترجي الرياضي التونسي من منزل تميم، حارس منتخب الاصغر عنده ماشي كله، عنده كلمه كبيره برشا في حراسه كره اليد التونسيه. وقت اللي نحكيه على حراس كيما هكا نحكيه على الباساج اللي عمله وسيم هلال في الترجي. صحيح، حارس الحالي نادي ديجون اللي قاعد يقدم في مستوى كبير برشا مع ديجون، وقاعد يعمل في نسبه تصديات عاليه جدا في البطوله الفرنسيه، في الدرجة الأولى الفرنسية. برافو وسيم هلال اللي نبعث له تحية لو كان يتبع فينا ويتبع في المباريات نتاع البطولة العربية، هو ابن الاتحاد الرياضي المونستيري، كان في الأصغر تحول للترجي الرياضي التونسي، وكان هو وسليم الزاني، سليم الزاني في نفس الفترة مع بعضهم، كان فما كونكورونس كبيرة وكانوا الزوز في المنتخب، كانت فترة زاهية نتاع في حراسة المرمى في الترجي في المنتخب، في المنتخب يعني سليم ووسيم مع بعض، بعد مكرم المساوي زاد معاهم، بعد خلط مروان مقايس، كلهم حراس اللي قاعدين يحضروا توا في المونديال، مونديال المانيا الدنمارك، نتمناو ان شاء الله منتخبنا رغم المجموعه الصعبه جدا مع المنتخب المنظم منتخب الدنماركي، اللي ان شاء الله منتخبنا يكون في مستوى عالي. تحذيرات مع توني جيرونا تتواصل، اليوم المنتخب نتاعنا عمل مباراه وديه مع فريق جمعيه الحمامات وفاز 29 25،
منتخبنا في الاستعداد نتاعو للبطوله العالميه 32 22. بعد ما كان لعب مع ساقية الزيت منتخب الوطني الاسبوع الفارط لهنا وكان هزم 25 24، لكن هي فتره ما زالت فتره تحضيرات وقت فتره اعداد يعني بدني. نشوفوا وقت مقابله الهدف منها انه يعني في اخر الاسبوع مع ثم شارج كبيره برشا كانت تجمع هذيك، كانوا منتخب ما كانش في احسن حالاته فما برشا تعب، ما هما الاوبجيكتيف من الماتش هذاك انهم يحضروا بدنيا. كره تلعب لفات الفريق القطري 4 دقائق و10 ثواني أو 50 ثانية على نهاية المباراة 32 22، وحتى عمر عازب يدخل تقريبا اللاعبين الاحتياطيين في التشكيلة الأساسية، وتصدي بالريش والتسعة أمتار أو 7 أمتار لفات فريق العربي القطري. تنفيذ رمية 7 أمتار من مصطفى الكرات. تشجيعاتنا لحارس الترجي الرياضي التونسي حمزة بالريش. حمزة بالريش هي كرة تحت سقيه يسجل مع شجاعة كبيرة برشا، طلع له في مستوى تقريبا الأربع أمتار معناها، حاول أنه يسكر لكن الذكاء نتاع اللاعب تحت سقيه تمكن باش يغالطه. طريقة حراسة المرمى، كل حارس وطريقة حراسة حارس المرمى نتاعو، طلع له الأربع أمتار، حاول أنه بالبنية الجسدية نتاعو يسكر، ونتصور متأثر برشا بالحارس دريسي الدريسي، معناها تقريبا حتى نفس الطريقة الفنية نتاع الحراسة بين بريش ودريسي الدريسي. التسديد ورجع الحارس، ممتاز شجاعة من وائل المزوخي، ونتصور أنه نجيب بن ثير معناها ياسين، حتى كان جيت أنت بلاصة ياسين نجيب بن ثير تعطيهم معناها تطلب من اللاعبين باش يلعبوا مرتاحين، لاعبين الشبان. صحيح يعني فرصة يعني لما تكون في المقابلة يعني تقريبا انتهيت، يعني فرصة انك تلعب اللاعبين الشبان هذم باش يدخلوا اكثر في اجواء المقابلات، ومن هذا يعني اول شيء، ثاني شيء باش تريح انت اللعيبة اللي عندك الاساسية. ممتاز الحارس بالريش، ممتاز الحارس بالريش، حمزة بالريش تصدي جيد جدا جيد جدا. كرة اليد في تونس وحراسة المرمى في تونس متهنين عليها، احنا متأكدين ان الناس قاعدة تخدم. وقت اللي نشوفوا حراس معناها بالشجاعه هذيا يقدموا في مستوى عالي جدا، برافو يعطيه الصحه. تدخل قدام وحيد محمد وليد بومعراف وتمكن من التصدي، وكان افضل بديل. شوفوا العمليه فنيا كيفاش التغطيه ممتازه جدا ممتازه جدا، برافو حارس المرمى حمزه بالريش. قاعد يتحسن حمزه بالريش، انا كنت شاهدته الموسم الفارط يعني كان حتى في الوزن كان عنده يعني ميزان زايد، عنده ميزان زايد، شوفوا فيه ضعف يعني، وقاعد يتحسن الوقفه نتاعو تحسنت. هو كان في قطر وخذها الترجي الموسم الفارط معاهم، قاعد بالوقت قاعد يتحسن ويحضروا المستقبل. وشكون اللي خلى حمزه بالريش يتحسن؟ هو الاداء نتاع الملاعبيه نتاع الشوط الاول والفارق اللي خذاه الترجي. صحيح. لانه الفارق خذا ترجي خلى الامكانيه باش يشوفوا اللاعبين الشبان واعطاهم فرصه نتاعهم، معناها هو تكامل سينو. لو كان جات المباراه معناها قريبه برشا لبعضها صعيب باش يدخل توا. وقت الاداء اللي قدمه دريسي وبقيه زملائه خلتنا نشوفوا المزوغي، وخلتنا نشوفوا توا بالريش يدخلوا في التشكيله الاساسيه، وخلت الترجي في نفس الاداء ونفس المستوى 10 اهداف فارق حتى لتوا. كره من الجناح ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس، برافو حارس الترجي الرياضي التونسي، تصدي ممتاز جدا لحارس فريق الترجي الرياضي التونسي حمزه بالريش، وشجاعه كبيره برشا. 33 23، 10 اهداف فارق هذه العمليه. شوفوا كيفاش وصلت، ممتاز هذا فنيا من هاني الكاخي كيفاش وصل الكره، وتصدي جيد جدا من حارس الترجي الرياضي التونسي. حتى لتوا معناها الاصابات هذيا ما تمش سانكسيون تاعها عكس الكره اللي في وجهه ياسين. لا هذه كره عاديه يعني ما... والكرة باش ترجع لفيت الفريق العربي القطري. هذه عملية أو الكرة اللي ترجع بترجع للترجي، المفروض ترجع للترجي، ما عرفش ضربت في المدافع ولا لا. مسكها لاعب من العربي القطري على ما أعتقد هاني كاخي، وكمل الأكسيون من الأربيتري، وقف اللعب لما يكون الحارس مصاب على عكس اللاعب، لما يكون لاعب مصاب في الملعب يخلي الأكسيون تكمل بعد يوقف اللعب. لما الحارس يصاب ويطيح ديريكت الاربيتر يوقف اللعب. هون ثلاثة هجمات يستحق كل التشجيع حمزه بالريش حارس الثاني للترجي الرياضي التونسي. نتصور يتلقى الاسعافات ويرجع معناها ما يطولش.
كرة ترجع وتعرف فما ياسين من المفروض انه معناها فما واقي كل حراس المرمى، لكن فما حراس يخيروا انه ما يلعبوا من غير واقي، معناها يخيروا انه يلعبوا معناها باش يكون ارتح لهم، وهذه هي خيارات وهذا التسديد في القائم الاول والتسجيل. الهدف 24 33 24 لفيت الترجي التونسي قدام العربي القطري. كرة ترجع لفيت الترجي التونسي الدقائق الأخيرة دقيقة 45 ثانية وكملوا مباراة. الترجي يفوز في مباراة الثانية بعد فوزه في مباراة الأولى، لكن أسهل كانت مباراة الثانية رغم أنها كانت المفروض أصعب على الورق. كرة من الجناح، التسديد ممتاز، العملية ممتاز، العملية يلقى الملاعب براحته وقت اللي يبدأ فما الفارق كبير يلقى راحته ويستعرض. الآن الترجي قاعد يستعرض، يعني من حقه عرف كيفاش يجري المقابلة نتاعو، سيرتو الكاتر بوان اللي خذاهم آخر برومي طون كونفيرم وطلع سكور توا شوفوا 10 بوان، يعني ترجي كمل في المقابله مرتاح ويبين للناس الكل انه يعني مراهن جدي على اللقب وجاي الاوبجيكتيف اللي هو يحب يروح بالتيتر. الكره الاخيره للفريق العربي القطري 34 24 10 اهداف فارق. ايفان ميلاس بيجي يحاول يسدد ويسجل، يسجل الهدف 25 34 25. تصور الترجي التونسي في الكره هذيا مش باش يمشي للهجوم، باش يحاول انه يدور كره وينهي المباراه لانه المباراه انتهت لصالحه. فرق كبير 34 مقابل 25. هون ذكركم غدوه باش يكون يوم راحه لكل الانديه بعد مباريات اليوم اللي فاز فيها السالميه الكويتي على شباب تسكيكدا 29 19 الجزائري، ثم الكويت الكويتي فاز على نادي شباب ورقله 28 19، والترجي التونسي متقدم حتى لتوا 34 25. الكرة اللي فاتت الفريق العربي القطري ايفان ميلاس ويسجل الهدف 26 34 26 اللي فاتت الترجي التونسي قدام العربي القطري. قلت غدوه يكون يوم راحه، يوم السبت انطلاقا من ماضي ساعتين العربي القطري الكويت الكويتي مباراه قويه، ثم في الاربع نتاع العشيه الترجي التونسي مواجهه تونسيه تونسيه مع سبورتينغ المكنين، والمباراه الاخيره باش تكون 6 نتاع العشيه منظم البطوله نادي ساقيه الزيت مع الخليج السعودي. نهايه المباراه 34 26 في حوصل المباراه. يمكن ياسين شنو اهم الاشياء اللي خرج بهم الترجي الرياضي التونسي اليوم؟ اهم شيء خرج به الترجي الرياضي التونسي اليوم الابليكاسيون اللي قدمها سيرتو اون ديزيمي تون. بكل صراحه العربي القطري انتظرنا مستوى احسن من هكا بكثير، ما كانتش المقابلة يعني منتظرة، الجمهور كله انتظر ان المقابلة مش تكون شيقة والعربي يكون اقوى من هكا. برافو للترجي، انتصار مستحق وان شاء الله يعني يواصلوا على المنوال هذا، وان شاء الله هارد لاك العربي القطري، وماذا بينا كان نشوفوا مستوى خير من العربي القطري باش يطلع مستوى البطولة. نستناو الاعلان على اللاعب اللي باش تحصل على افضل لاعب في المباراة في مباراة اليوم. شكون تتوقع؟ انا قلت طارق جلوز. توقع طارق جلوز في انتظار انه زميلنا طاهر ساسي يعلن على افضل لاعب في مباراه اليوم في مباراه العربي القطري والترجي الرياضي التونسي اللي فاز فيها الترجي الرياضي التونسي 34 26 في قاعه البجاوي في عاصمه الجنوب في صفاقس في اليوم الثاني للبطوله العربيه للانديه البطله. الاعلان الان باش يكون على افضل لاعب في المباراه، مؤكد باش يكون من الترجي الرياضي التونسي. جائزة أحسن لاعب في هذه المباراة يقدمها السيد قايد العدواني رئيس وفد الكويت. تابعوا الإعلان في المباشر. وقد آلت من الترجي الرياضي رقم 12 دريس الدريسي. دريس الدريسي في حارس مرمى، لأنه كانوا يستناوه في طارق جلوز وملائه، لكن مشات لحارس مرمى دريس الدريسي. هذا الخيار معناه فما فنيين يختاروا أفضل لاعب في المباراة. زاد دريس الدريسي قدم مباراة هو اللي خلى في الشوط الاول هو اللي خلى الترجي يعني يكون مرتاح وما يخليش العربي القطري يدخل في المقابله وخلى الترجي يسيطر ويدخل الفارق في 3 و4 نقاط ويلعب مرتاح. شكرا لك ياسين عبيد، يعطيك الصحه مجددا على الاضافه الفنيه.